داكشي اللي كاين. واخ انا راه كنرجع لذاك الفيديو كنشوف في يوتيوب، ولكن كنحاول زعما بحال نسمع داك الشيء واخا ما تنظن دابا راه تيتسجل له واقيلا الصوت دابا تنظن فيه. دابا راه كيطلعوا دوك النقاط الفوق، يعني راه كيسجل. واخ الفوق كنا شفنا شي الريموت. حاجة على البطوات وشفنا بزاف الأمور أنا وبو بكر. إن شاء الله دابا يدير معاك شي وقيت تجلس أنت وياه ويشرح ان لك شاء كاع الله داكشي اللي شرحت له على لي بوطو كيفاش تيتخدموا. غير هو دو توت فاسون صح. دابا انا قسمت الخدمه على جوج الحاجات حيت ما يمكنش جوجكم غديروا نفس الخدمه ومعايا شويه فيها، يعني ما بغيتش الخدمه تتعاود فهمتيني، يعني انت غتخدم لي بوطو هو لي بوطو، فهمت انت غتخدم لي بوتر هو لي بوتر، فعلى الخدمه غتتعاود وصافي. ف قلت زعما نستغل شويه الوقت باش واحد يافونسي في واحد الحاجه ويميتريزيها مزيان والاخر يافونسي في حاجه واحده اخرى، وديك الساعه انتوما غتشاركوا المعلومات كل واحد غيوري ها الاخر مزيانة الحاجه الثانيه فهمتي، صح بصح باش مزيان نكسبوا شويه الوقت وصافي. ما غنهضرش على لي بوطو اليوم، لي بوطو كنا شفناهم البارح، شفنا شي امور، شفنا الطابلو كيفاش نعمروه. صيفط لكم واحد اللعيبات في الواتساب فيهم لي ديتاي ديال البوطو، لي ديتاي ديال لي سومال. شفت انا وياه كيفاش غنديسينيو لي سومال، شفت انا وياه كيفاش غنحطو كيفاش غنحطو لي بوطو، فمني تيجيو انكليني كيفاش غندوروهم الى اخره. هاد الامور بحال هكا، حنا كنا شفنا شي بوطوات بحال هكا ومازال مديسينيهم، كيفاش نحطوهم هذاك في راه بلايصهم، كيفاش خصهم يكونوا خدامين في لي زيتاج كاملين، في لي زيتاج كورون، في الغيت شوسي الى اخره، ما يجيش البوطو خارج على الغيت شوسي ولا داخل في شي شومبر ولا هادي. هاد الامور كلها شفناها مع شفتها مع سي بوكر. اليوم غنشوفوا لي بحال الاكتيفيتي تكون داخل. هادشي غير بروفيزوار، من بعد ديك الساعه راه نتوما غنشوف معاكم شي بروجي اللي غيبدا من اتل زد. عيان دابا تنخطف شويه شويه من الحاجه باش منين نعطيكم مثلا صاف ديتاي في مزيانة بوتر تعرفوا ديروهم. اخشي اخشي تبغى اخشي في شي دقيق قل شي شويه ولكن ماشي مشكل. حاولوا ما امكن دائما تخدموا الاوتوكاد ملي تجي تخدم ديك الباك جراوند ديالو ديك الانترفاس ديالو خدموها بالبيض من الاحسن، حيت بحال خدام في الورقه هي تضر شي شويه في العين، هذا هو الجانب السلبي ديالها، ولكن واعره مقارنه مع انك تخدم في النوار. علاش تخدم في البيض؟ لان كل شيء تيبان لك، لا كان شي ايرور ولا شي حاجه غادي يبان لك، لان بحال تخدم في الورقه. فباش تبدلها تتعرفها سي انور كيفاش تبدلها ياك؟ لا ما عرفتش كيفاش داكور في واخا تبدا الافيشاج ولا معايا، شنو. تمشيو الاوتيل، اوتيل ها هي اوتيل الفوق، تمشيو الاوبسيون، تدخلوا الاوبسيون تلقاو هنا افيشاج، راه كاينه فيه شي حدا افيشاج هنايا لي كولور. انت تشوف لتحت كاينه كولور، لا كليكيتي راه يعطيك كاع لي كولور ديال كاع الحاجات اللي كاينين هنايا في الاوتوكاد. فغنمشيو حنايا الاولى كاع لاغيير بلون، فاما غديرها بالنوار واما غديرها بالبيض. كاين اللي تيديرها بالبيض، صافي مزيان تيديرها بالكري ما بين النوار وما بين سميتو، ولكن انا تنفضل البيض. علاش؟ لانه كما قلت لك الخدمه فيه مزيانه، تتوريك لي زيرور بحال تخدم على الواقع. فلا درت دابا بالنوار انت غتشوف لا ابليكيت هذه راه تبدلات، شتيها راه بدل ولات حلي دابا عندي دابا بالنوار، دابا راه ما بقاتش بالبيض. لا درت اوكي الى جيت نشوف غنلقى النوار شتي لتحت، ولكن الاشكال اللي كنا لقينا البارح فاش كنا تنحطو انا وبو بكر واحد البوطو هنايا ما بانش لينا واش كاين حيط واش كاين شي حاجه اخرى، حيت فهمتيني راه كاين الحيط هنا ولكن ما بانش. الوغ هذاك الشيء علاش مشينا لوتيل بقينا تنخربقو في واحد اللعيبه ديال البلوك ما عطاتناش في الاخر، مشينا بدلنا غير الكولور وخدم لينا مزيان، عاد بانوا لي ميغ مقارنه مع لي بوطو الى اخره. هاد النقطه هادي حاولوا تخدموا بيها. ثاني حاجة أنا تنخدم بأوتوكاد كلاسيك، ما عرفتش نتوما الأوتوكاد يمكن عندكم ماشي كلاسيك. كنخدم الاخر انا ماشي كلاسيك ماشي مشكل، على حسب ما ولفتي أنا دابا حنا الناس القدام كان صح. الأوتوكاد داير بحال هكا فهمتيني، فحنا ولفنا على الأوتوكاد هكا كلاسيك. أما نتوما لا تخدموا بديك الطريقة الأخرى ماشي مشكل، غير نتوما تبعوا معايا يعني عقلوا على لي كوموند لأن عتلقاهم مختلفين شي شوية ملي عتبغي تقلب عليهم. داكور اليوم ان شاء الله غنشوفوا لي بوتر. صيفط لكم واحد الفيشي في الواتساب غندخلوا ليه.
كنت صيفط لكم هاد التصويره هذه، هاد التصويره هذه فيها هاد الشيء اللي ملون بالصفر هما لي بوطو، وشي الاخر راه هما لي بوتر اللي انا ديجا خدمت. هاد لي بوتر راه كاينه ديجا هنايا، ما غيبانوش دابا في التصويره، ولكن راه كاينه ديجا لي بوتر لي ديمونسيون ديالهم. وهادو لي بوطو، لي بوطو انا شفتهم مع بكر البارح، وشفنا واحد الطابلو ديالهم هنا، انا غنوري لكم دابا. فوالا هنا شفنا الطابلو، شفنا مثلا بوطو بي ان تيمشي للبلونشي تلقى بي ان، لي ديمونسيون ديالو البتي كوتي توجور 30، توجور 30 هنا 10 تي. ما في طونجي ما تنخدمش بقل من 30. علاش؟ كما قلت لبكر البارح، لان طونجي فيها التيران عيان، فهمتيني؟ الكونترانت دو السول تما سافا با، فهمتيني؟ اعيا تربه كاينه في المغرب هي اللي كاينه في الجهه ديال الشمال. فغالبا غتلقى لي سومين مقردحين، غتلقى لي بوطو كبار الى اخره، فهمتيني؟ واخا تكون باتيمون اير بليس 3 تلقى فيها لي سومين كبار بزاف، يعني مثلا جوج مترو، مترو ناس، فهمتي؟ بار كونتر مثلا هنا في الرباط، في سلا، في كازا، كونتران دو سول طالعه. مثلا كونتران دو سول في في في, في الشمال، تطوان، طنجه، حيت هذا البروجي في طنجه. تما تتلقى مثلا كونتران دو سول تقدر توصل حتى 0.9، تخيل معايا 0.9 بار. ولكن هنايا في الرباط وفي سلا، راه الكونتران دو سول ما بين جوج وجوج ونص بار، يعني فرق كبير، فهمتيني؟ الدوبل. وكما قلت له البارح، قلت له راه كاين البرارك هنايا دايره تروازيام ايطاج، وما كاينش حس حديده في الباتيمون ديالنا، يعني في ديك البراكه ولا في الماسك، فهمتيني؟ تروازيام ايطاج كلهم غير بلوك حيوط وطالعه وشاده راسها ومزيانه. طالعه بالحيوط. علاش؟ حيت الاصول عندهم مزيانه، فهمتيني؟ الا درتيها في الشمال طيح من ساعتها ما تقدرش، فهمتيني؟ فكونتران سول هي المقاومه ديال التربه، يعني مقاومه ديال التربه لديك داك لا شارج اللي غتجي من الفوق. فهنايا كما قلت لكم، غتلقى قلت لبكر غتلقى لي بوطو هنا، وغتلقى لي ديمونسيون ديالهم. البتي كوتي هو 30، والكوند كوتي مثلا بار اكزومبل البي ان هو 45، الفراياج هو 10 تي 14. قلت له بانه من بعد مده ما غتبقاش تكالكيلي الفراياج ديال لي بوطو، اوتوماتيكمون غتشوف غير لي ديمونسيون ديالهم، غتعرف بليز اوموان شحال الفراياج غيدار فيه، فهمتيني؟ انا قلت له واحد البروجي اللي كنا ديجا خدمناه، راه ما حسبوش لي بوطو، يعني خداو غير بروجي كبير، وخداو خداو الفراياج ديال البوطو غير بالبورسونتاج 1%، خداو 1% من لا سيرفاس ديال 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 البوطو. مفهومه هذه الشباب؟ مفهومه سي انوار؟ مفهومه. مفهومه. انا ما فهمتيهاش، قولها لي، ما كاين حتى مشكل، فهمتيني؟ انا خصني الاساسي هو تفهمه، ماشي غير دابا اسمح لي. بالنسبه للفراياج ديال كيما قلتي ديال البوطو، يعني كنشوفوا غير في العبارات ديالو كنعرفوا الى فراياج غندير. دابا هادشي من بعد مده، من طبيعه الحال، من انك دير الكالكيل وتحسب وداك الشيء، من بعد تتولي غير من لا سيرفاس تتعرف الفراياج شحال هيك، كتعرف اين حدا غيكون. بليز اوموان، ماشي تنقول اكزاكتومون، ولكن بليز اوموان تتعرف مثلا هاد 30 45 راه غدوز بالديس ديال تي 14 ولا 8 تي 14، شي حاجه بحال هكا، فهمتيني؟ بليز اوموان. لي سومال من طبيعه الحال، ملي تتكالكيلي لي بوطو اوتوماتيكمون راه غدوز لي سومال، لان لي شارج اللي هاز لي بوطو هما اللي غيتابليكاو على الـ على على السومال. انت تشوف هنا، يشوف لي سومال راه تبارك الله 2 متر 70، 2 متر 20، 2 متر 60، فهمتيني؟ راه 2 متر 70 راه شومبر تما. هادي بوطو كبار، وهادي اير بليس ما عرفتش انا سات يمكن ولا شي حاجه بحال هكا. وهنا الفراياج ديال لي سومال، ملي تنكتبو فراياج ديال الاسباسمون تي 14 اسباسمون 15، سافو دير جوج اتجاهات، يعني في اتجاه الاكس وفي اتجاه الايكغيك، فهمتيني؟ ما بين البرا والبرا 15 سنتيم. ما بين البرا والبرا غالبا شوف، غتلقى هاد القضية ديال 15 سنتيم ستوندار توجور غتلقاها تقريبا، يعني لي بروجي اللي هما كلاسيك ديما تيمشيو على 15 سنتيمتر، سوا في لي دال، سوا في لي سومال، ديما تيبداو بهاد 15 سنتيمتر، فهمتيني؟ داكور، هادي كنا شفناهم البارح مع سي بوبكر، انا غير دزت عليهم شويه. هو دابا ان شاء الله غيحط كاع هاد البوطو، هاد البوطوات في البلونشي، وكاينه عنده خدمه تما، لان شاك بوطو خصو يشوفو فين، واش دابا ملي غيكبروا مثلا 30 70
غيشوف داك البوطو واش خدام له في الغيت شوسي، واش خدام في ليزيتاج، واش خدام في السوسول، واش ما غيديرلوش مشكل، واش ما غيخرجلوش في شي شومبر، واش. وعاد دي بوطو ماشي هاك مثلا فيرتيكال ولا هوريزونتال، كاين اللي انكليني، كاين اللي عوج هاكا، كاين اللي عوج هاكا، فكاينه خدمه تما قول لي غيتبرمج شي شويه. سالو وي جي خويا، وي خويا بوك. دابا ما كانوش اليني مثلا، اها مثلا فواحد الالين ما جاوش اليني بجوج مثلا، ماشي مشكل. الى ما اذا كيفاش لما جاوش اليني في اتجاه، زعما ما جاوش في الحيط، خصهم نورمالمون يجيو في الحيط، لا تابع للحيط. وما غيجيو في الحيط، ما غيجيوش مثلا ذاك الحرف، ما يجيش في الحرف ديال، فهمتيني كيفاش توصل؟ ما يجيش في الحرف ديال الحيط. يعني بحال اللي قلتي هذاك اللابتوب بيناتهم ماشي غادي تشدهم من الحرام، بحال غادي تشد دوك لي بوطو من الوسط يعني وسط الحيط مثلا تقول لي. بحال هكاك. ماشي مشكل، غير هو انا تنفضل مثلا، شوف انا اعطيك مثال، مثلا تخيل معايا انت عندك من جهة الحيط عندك شومبر، ومن جهة الحيط الاخرى عندك صالون، ففين غتخرج الحيط؟ تخرجوا في الشومبر ولا في الصالون؟ الشومبر احسن. ها فوالا، وهذا هو الاساس. يعني انت يا دير بحال تتبني دارك، فتقول انت راه الصالون يعني غيفرشوه باش ما وغيحطوه مع يخسرش داك الفراش. اللعيبات، فما يمكنش تخرج له البوطو، غيخسر له داك الفراش، واش فهمتيني؟ طب او ما تجيبوش الوسط. علاش غنجيبو الوسط؟ اللهم نخسر حاجه ولا نخسر جوج الحاجات، واش فهمتي الديكور؟ انا صورتك واحد القضية، واحد الصورة صورتها البارح خويا باش كنت خدام، وشوفها كيفاش دايرة. داكور، فين صيفطتيها؟ في الواتساب؟ دابا غنصيفطها لك، دابا صورتها قبيل. يلا واخا، هذاك البارتي ما فهمش ليا هذاك اللايف هذاك. داكور. زفتها. واش غنقول لك؟ ما دار لي والو في هذه. ها؟ هذه جات في الليميت، تنظن جات على برا يمكن. لا، البوطو جا على برا. غير لا واش لا 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 غير هو لا ذاك لا الدروج، لا لا، سافا با. انت دابا انت عرفتي شنو درتي؟ فهمتيني؟ اللي مطلع شي كروسه فيها الوليد ديالو ولا شي حاجه سديتيها عليه. لا لا، دي ما دابا غاديش. هذاك حاول لا تشوف تجيبو، حاول تجيبو فيرتيكال، حاول تجيبو غير فيرتيكال يجي مع الحيط. الا ما جاش فيرتيكال زيدوا الجهه الاخرى، حيت انت دير دابا راه سديتي على الغومب. عيد الهيرة باقي، دي باقي فين؟ لا، سديتي على الغومب وما يمكنش تسد على الغومب. علاش شنو هي هذيك؟ ما عرفتش شنو هي. هذيك غومب، شوف في الديور تتلقى الدروج، وتتلقى واحد الغومب ديال الناس اللي اون دي كابي، ولا ديال الكراراس والوليدات الصغار. شي واحد غير بغا يهبط ولده، ما يهبطوش في الدروج، فهمتي؟ كروسه طيب فهمتك تهبطوا في واحد فهمتك اللعيبه سميتها غومب. فهمتك صح. داكور، داكور. على حسب الكراس وصافي، سواء ديال لي زون دي كابي، سواء ديال الوليدات الصغار، وصافي مفهوم. مفهوم. بحال هذيك اللي تتكون في لي سوسول، في الباركينات وداك الشيء. اي عرفتها، باش زعما كتسهل زعما عليك. اي اكزاكتومون. فانت دابا انا تنشوف البوطو، راك سديتي يعني. دابا انا داكور. غير هذه هذيك اللعيبه ما عرفتش شنو هي، داك الشيء علاش سولت، ما عرفتش شنو هي. لا مزيان، ماشي مشكل. عليها تنقول لكم في الاول، على عقلتي قلت لك اول حاجه خص الانسان يقرا لي بلون دارشي مزيان، خصو يفهم لي بلون دارشي شنو واقع فيهم، باش ما يمشيش يدير شي كارثه، فهمتيني؟ داكور. سي انوار، انا معاكم يلا اسمع. دابا راه نوبت كذاب. فوالا خويا سي انوار، شوف دابا الحديث موجه غير ليك. هادو لي بوتر، باغي تلقى بي ان بي دو بي تروا بي كات الى اخره. هنا اش هي لا هوتور، يعني الروتومبي بشحال هابطه ديك لا دال، هابطه 50 سم. شحال هابطه؟ هنا غتلقى الفيريال. شوف كذلك ومثال كما قلت لكم في لي بوطون، ملي تتولي منين بعد مده، ملي تتولي تكالكيلي لي بوتر، لي بوتر ولي بوطون، تولي اوتوماتيكمون تعرف غير من لي ديمونسيون ديالهم شحال الفيرياج الماكسيموم، مثلا ما بين المينيموم الماكسيموم شحال خصو يكون فيه. فاين فوا مثلا انت تشوف 50، فانتوما تعرفوا واحد القضيه، الفيرياج اللي مهم واللي هو اساسي بوتر، اللي هي يعني كلاسيك بوتر، هزه واحد لاجارش كلاسيك، ما فيهاش مثلا شي ريديسور، شي تخربيقه، شي تعنكيشه، يعني لي بوتر اللي بالمجمل تتكون في الباتيمون هزه واحد لاجارش عاديه، بحال هاد لي بوتر اللي عندنا في البروجي هذا. الحديد التحتاني من طبيعه الحال هو اللي تيهز، هو اللي تياكل الدق، هو اللي تيكون كبير، فهمتيني؟ مفهوم هادي؟ فهمت. يعني انا بلاتي غندخل نشوفوا شي بوتر.
بالنسبه للبور ديالك على حساب البوطو. كيفاش؟ لا الدور ديالك كتكون مثلا فيها 50 والعرض ديالك يكون مثلا تمشي على حساب البوطو. ماشي بالضروره يا كثار. لا ماشي ضروري، ماشي ضروري يمشي على حساب البوطو. من طبيعة الحال ما خصهاش مثلا تخيل معايا البوطو فيه 30، هي ماشي بالضرورة، غير هو دابا كاين بعض الخطا تنضطروا اننا نديروا دي بوتر اعراض، فتيجيو مهزوز جزء منهم على البوطو وجزء منهم تيجي مهزوز على البوتر، فهمتيني؟ دابا نوريك واحد الحاله بحال هكا، واخا غن ديزاكتيفيو، غير بالمجمل غنهضروا مثلا قبل ما ندوزوا لهاد القضيه ديال روتومبي الى اخره، نشوفوا غير لي بوتر. شوف الا لاحظتوا معايا لي بوتر اللي انا مديتيني دابا مثلا انا هنا، شوف غتلقى معظم لي بوتر نازلين في الحيط، بحال دابا مثلا هادي راه فيها 45، هي نازله في الحيط، شتي هادي هي نازله في الحيط، هاد لي بوتر اللي دايزين هنا هما نازلين في الحيط، شتي هادي مثلا هاي فيها بيسات فيها 40 نازله في الحيط، كذلك هو مثلا هنا ولكن لا لاحظتي معايا، شوف هنايا حاولت انني ما ننزلش بوتر في الحيط، ولكن كنت مضطر ننزلها الظرف في الكوزينه، حيت ما عنديش اختيار، ما عنديش حل في هاد البلاصه. فغتجي البوتر داخله في الكوزينه، تدخل الكوزينه تلقى البوتر هكا داخله هكا، ولكن عندها روتومبي بزاف، وروتومبي فيها 55، ولكن ما عنديش حل، فهمتيني؟ يعني البوتر كيما دوزتها ما غاداش تخدم ليا، الوغ انا مضطر ندوز هاد البوتر هادي هنا. في هاد الحاله هادي في هاد الشومبر وسميتو غيديروا البلافون باش يغطيو على ديك البوتر، سينو غيخليوها هكا، فهمتيني؟ غالبا غيديروا البلافون اما في الشومبر بحديتو، لان يعني الكوزينه ما يديروش فيها البلافون، ما يمكنش يكون فيها البلافون، لان على حساب لي على حساب بدا تيطيب والماء والتخربيق والبخار الى اخره، فما تكونش فيها البلافون. عرفت شنو البلافون هشام؟ وعرفتو القبس القبس اللي كانت الزواقه اللي كتكون، اي اكزاكتومون، تيديروها في الصالونات يقدروا يديروها حتى في لي شومبر الى اخره. ف هنا ماشي مشكل، نفس الديكور هنا، انتم تشوف هذه البوتر هذه نازل جزء منها في الحيط، ولكن هنايا في الكوزينه دازت، راه يمكن دير هذه القضيه هذه لا ما لقيتيش حل، يعني انت غتلقى مثلا 80% ولا 90% من لي بوتر كاملين نازلين في الحيط، ولكن طحتي في واحد البوتر ما عندكش كيفاش دير ليها، صافي ماشي مشكل، غير المهم ما يجيش واحد يقول لك فوالا هاد البوتر علاش ما دوزتيهاش هنا، عاد جاوبو ديك الساعه تقول له انا ما دوزتش البوتر هنا، ها علاش وعلاش وعلاش، يعني ما تخليش له فين يهضر، فهمتيني؟ كذلك مثلا بالنسبه لهادي انت تتشوف مازال هنا كاينه غير تيراس، فماشي مشكل البوتر دوز تما، ولكن هنا دايزه في السيجور، ولكن ما كاينش حل، علاش؟ لان الباتيمو انكليني ومرونه، بروجي شويه مرون شويه صعيب، داكور؟ فا اول حاجه لي بوتر كاملين خصهم يكونوا نازلين على هادي، ثاني حاجه قلت لكم غنشوفوا شنو هو الطوغ ديالها، نمشيو للارشي نديزاكتيفيو باش ما يهولناش، نمشيو لهاد البوتر هادي، ملي تنهضر على اش تنهضر على اش، هي هادي هو الروتومبي ديالها، هادي لادا وهادي اش، يعني الروتومبي ديالها تيكون هابط، اللي غتكون باينه مثلا الا كان فيها 50 اللي غتكون باينه هي 35 سنتي، هي اللي غتكون باينه من غير هز راسو بنادم غتكون باينه، الوغ ماشي غتكون باينه حتى اغلب لي بوتر كما قلت لكم راهما نازلين في الحيط، يعني مادام نازلين في الحيط راه ما غتبان حتى شي حاجه، واخا دير فيها حتى 70 ما غتبانش، فهمتيني؟ ف قلت لكم قبيله الحديد، وريتكم الحديد قلت لك تي 14 تي 15، الحديد الكبير هو اللي تيكون لتحت، بحال دابا مثلا هذه فيها 50 3 تي 14 3 تي 14، لاحظ معايا الفوق درنا غير 3 تي 10، الوغ البلاصه اللي تتاكلها البوتر اكثريه هي البلاصه التحتانيه، قريتو هادي ياك؟ قريتو واخا. شوف الى خدينا هاد البوتر هادي ناخذوها بحال هكا، فاي بوتر تيكون لا شارج ديالها هكا ياك، لا شارج اللي تكون نازله عليها تتنزل بحال هكا، لا شارج ديالاش الشباب لا شارج اللي تتنزل ديال البوتر بلونشي ديال بلونشي، يعني بنادم ملي تيكون واقف هنا، ناخذ مثلا مثال هذا البوتر، يعني بنادم ملي تيكون واقف هنا بالاثاث ديال الدار بالتخربيق ديالها الى اخره،
تيتهزو على البلونشي، تيتهزو على البوتريل. البوتريل شنو تيدير؟ تيفرق لا شارج. دابا مثلا البوتريل ديال هاد لافال تيفرق لا شارج هنا وتيفرق لا شارج هنا، يعني تيدوزو من هاد البوتر النص تيدوزو لهاد البوتر النص تيدوزو لهاد البوتر هادي. نفس الديكور بالنسبة لهاد لافال، هادي نص لا شارج ديالها تيمشي لهاد البوتر وهاد البوتر، ونص الثاني تيمشي لهادي. الوغ الا جينا نشوفو هاد لافال هاد البوتر هادي شنو غتكون هازة؟ غتكون هازة النص ديال هادي، وغتكون هزة النص ديال هادي. النص ديال هادي. اكزاكتوم. بجوج اتجاهات. فملي تجي تفرقها تلقى بان البوتر هزة لا شارج، اينو فيغمومون غيبارتي، فهمتيني؟ بحال هكا بهاد الطريقة هادي. الوغ شنو غيوقع لهاد البوتر هادي ملي غتهز لا شارج؟ شنو غيوقع ليها؟ غيوقع ليها بحال هكا، شوف. الجهة التحتانية غتوقع ليها بحال هكا. هادي الجهة التحتانية. الار دي ام اس شيخ. غتفليشي، فهمتيني؟ غتفليشي يعني غتهبط، غتهبط. داكور، انا غنعاود نديسيني لكم هنا. فالبوتر بحال غدير بحال هكا، بحال هكا غدير بحال هكا تقريبا بليز اون موان. فهنايا ها الجهه التحتانيه هذه بحال غتهبط، هي كامله غتفليكسا بلاتي، هي كامله غتفليشي، غتجي بحال هكا تقريبا هكا. غير البلاصه اللي غتاكل الدق بزاف هي البلاصه هذه، هي التحتانيه، هي الجهه التحتانيه. الوغ هنا شنو تيوقع؟ تيوقع واحد التراكسيون، بمعنى ان هادي تتجبد، هاد البوتر تتجبد. شنو كيفاش التراكسيون؟ عرفت شنو هي التراكسيون شباب؟ تراكسيون يعني شنو؟ لابوتر كتب حالة كتطوندا، يعني بحالا تتشدها، تتجبدها من هنايا وتتجبد من هنا على تتهبط، فهمتيني؟ بار كونتر الفوق شنو تيوقع؟ تراكسيون هنايا الفوق بحالا تتكومبريسا، الفوق تتضغط. العكس، العكس، فهمتيني؟ بحال هكا تيوقع ليها الفوق. الفوق تتجمع وتتبريسا، ولكن التحت تتجبد. التحت كتطلق. فانتوما عارفين دابا المشكلة ديال البيتون، البيتون ما عندوش مع التراكسيون، ما تيقاومش التراكسيون مزيان، ولكن في كومبريسيون مزيان، فهمتي؟ بار كونتر لي زاغماتيغ الفراياج، الحديد، الحديد مزيان في التراكسيون، مزيان في الكومبريسيون بجوجهم. وهذاك الشيء علاش الحديد مادام هو مزيان في التراكسيون عليها تنديروه لتحت اكثريه لتحت، والفوق الفوق راه يقدر يخدم غير الفوق يقدر يخدم غير البيطون، فهمتيني؟ البيطون اللي خليتيه بوحديتو يخدم لك، يعني الفوق تقدر ما ديرش كاع الحديد. انا تنقول لكم في هذه الحاله ديال هذا البوتر هذا، فهمتي؟ معنيتو زعما في الشونتي ما غيديروش الحديد الفوق. شوف، كنت خدمت واحد لوطيل ديال تيرمينوس، تيرمينوس كاينه في الرباط، تعرفوه؟ واحد لوطيل كبير جا حدا لاكا قديم، من الثلاثينات واقيلا ولا ما عرفتش شحال. هاد لوطيل لا لا، غير في الرباط حدا لاكار ديال المدينه. كاين واحد لوطيل كبير سميتو تيرمينوس. هاد لوطيل هذا فاش مشينا تنديرو له لاميناجمون الى اخره، فاش حلينا على لي بوتر، شنو لقينا لي بوتر؟ شنو هما؟ تيديرو شي ستة الحديدات ولا سبعة ديال 30 ولا ما عرفتش ديال 25 لتحت، وفوق منه الحجر. يعني تيديرو حديد بحال هكا، تيصفو الحديد بحال هكا لتحت، ومن الفوق ما تيديروا لا حديد لا حتى شي حاجه. من الفوق كاينه غير بلوكات ديال الحجر مستفين من فوق داك الحديدات. هاك غرو بيطون، ماشي غرو بيطون، مع داكشي قديم، مع الحجر العادي اللي تعرف الحجر العادي بحال الماسونغي، بحال الحجر اللي تيديروه في الشيناجات، حجر كبير مستفين بحال هكا. هادي هي البودر عندهم، يعني مبنيه بواحد الطريقه قديمه، فهمتيني؟ ما كاين لا حديد الفوق لا حتى شي حاجه، الحديد اللي كاين هو اللي لتحت. كتصبط. هكا مبنيه. بحال تقول هذه هي لا كوب، هنا كاين الحديد ولكن الفوق هنا كاين على الحجر. فهمتيني؟ فهذا الشيء اللي كاين بالنسبه لي بوتر، عليها فاش وريتكم قبيله التصويره قلت لك غنشوفوا فين هي. عليها غتلاحظ هنا بانه شوف، هنا انا ما عطيتش كاع الحديد الفوقاني، لان الحديد الفوقاني غيبقى ديما 3 تي 10 ولا 3 تي ديما 3 ديال 10 ولا ديال 8، ولكن اللي مهم عندي هو الحديد التحتاني. فهنا الحديد التحتاني تنقول بان كاينه 14 وكاينه 12، كاينه 14 مثلا في بي 2 فيها 50، فيها 14 14، 3 فيها 35، فيها 10 و10،
هذا هو المهم، الحديد التحتاني هو المهم، ماشي الفوقاني ماشي مهم. كاينه بعض الحالات اللي تكون الحديد الفوقاني مهم، بحال هاش الشباب مثلا اللي تتقلب الايه، ما تبقاش التراكسيون الفوق ما تبقاش لتحت، تولي التراكسيون الفوق، في حاله يولي فيها التراكسيون الفوق، او في حاله يولي فيها الحديد الفوقاني هو المهم على لا 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 التحتاني. الا كنا لي زيطاج بزاف لا لي زيطاج بزاف ديما الحديد التحتاني يعني ديما لتحت، عندها علاقه بلا شارج، لا شارج فين كاينه، فهمتين؟ بحال الكونسول يا شباب، الكونسول كونسول ما عرفتش واش عندي. هاي فوالا، شوف هنا، شوف هنا الشباب، هنا تقلبت الايه، ولا الحديد التحتاني 3 تي 12، ولكن الا شفتوا الفوق راه كاينه 3 تي 6 في 3 تي 6، 3 16 في 3 16، فهنا تقلبت الايه، ولا الحديد اللي مهم هو الفوقاني. داكور، لان يعني هنايا راه ما بقاتش شاده في دوز ابوي، ولا شاده غير في ابوي وحده، يعني هي معلقه راسها بحال بحال ما عرفتش، شي واحد شد شي قصبه من واحد الجهه ومهزوز عليها شي لعيبه، فالفوق هو اللي تياكل العصا ماشي لتحت. داكور فهمة؟ كان فهمة هادي، فهمتها انا. غندوزو، فقلت لك سي انوار غتلقى الفرياج، ها لي بوتر، ها اش ديالهم يعني شحال فيها، وها هل لي زارماتيغ ديالهم. اجي دابا نديرو عاي واحد القضيه بسيطه، هادشي من بعد غنوريه لكم بالديتاي، ولكن غير غنوريكم كيفاش مثلا انا بروفيزوار كيفاش تنخدم، كيفاش نكالكلي البوتر بالزربه. واحد اخر غيمشي مثلا غيدير لورغانيغرام ولا شي حاجه باش يحسبها، ولكن انا نقدر نحسبها في دقيقه. لنفرض مثلا هاد البوتر، هاد البوتر باش كي غندير نعرف لا شارج ديالها شحال هازه، ونكالكلي لي ديمونسيون ديالها. عندكم شي ورقه وستيلو حداكم تما؟ ما عندكم؟ كاين كاين واخا كاين. هادي شحال كانوا الناس تيخدموا بواحد لي نورم سميتهم سي سي بي ا، هما قبل البي او ان. هاد لي نورم ديال سي سي بي ا قدم من البي او ان، فهمتيني؟ قدم من لوروكو، كانوا كيخدموا بهم معظم لي زانجينيور اللي كانوا هنا في المغرب قدام، سيرتو قدام كانوا كيخدموا بهم. هما ماجوري شي شويه على ماجوري شي شويه على البي او ان، فهمتيني؟ يعني بحال تيعطيو لي ديمونسيون بليز او موان شي شويه كبار على 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 البي او ان، فهمتيني؟ فبحال دابا مثلا الا حسبتي مثلا بالبي او اي، الا حسبتي مثلا حسبتي شي بوتر وعطاتك 50، تقدر مثلا بالسي بي ا تعطيك 55، يعني ما كاينش فرق كبير بينهم. داكور، انا الى يومنا هذا مازال تنخدم بهذه الطريقه هذه اللي هي فاصل وسريعه شويه مقارنه مع البي او اي. فغنشوفوا مثلا غناخذوا هذه البوتر هذه، وهادي غير بروفيزوار، نتوما دابا ديك الساعة غتكالكيلي البوتر على حقها وطريقة، ولكن أنا هكا تنخدم مازال إلى يومنا هكا، سيرتو ملي تيكون ما تيكونش شي بروجي اللي هو محتاج مني مثلا شي كالكيل هكا، وشي شي نوت كالكيل شي تخربيقة، فتنحاول نزرب عليها فا إير بليس دو، إير بليس تروا، إير بليس كات، مثلا ما نبقاش عاد نضيع الوقت، فهمتي؟ خذوا معايا مثلا هاد البوتر هادي بيزان، غنحسبو بيزان، غنشوفوا بعدا شحال ديال لي شارج هذا. قلنا بان اي بوتر تتهز نص مثلا ديال هاد لا شارج، شوف معايا هاد لا دال هادي، فهاد البوتر هادي تتهز نص ديال هادي، وتتهز نص من هاد البوتر هادي، من هاد البلونشي هادي. لا جينا نشوفوا لا سيرفاس اللي هازه، نقدروا نديسينيو لا سيرفاس اللي هازه، نقدروا نجيبوا هاد البوان مع هاد البوان مع هادي مع هادي، ونكليكي على سي باش يسد ليا هاد الكادر. داكور، مفهومة هادي؟ مفهوم هاد الكوموند اللي درت اللي خدمت بيه دابا؟ هادي فهمتها هادي، راه عندي شتا انا. داكور، صافي، دابا هادي هي لا سيرفاس اللي هازا، هادي هي لا سيرفاس اللي هازا هاد البودر هادي. هي لا سيرفاس اللي هازا. الوغ لو بغيت نعرف لا سيرفاس، تعرفوا هنا كوموند في لوتوكاد تنعرفوا لا سيرفاس؟ بس عندك ما عرفتش السميه ديالها، ولكن غنعرفها. يعني تتخدموا بها ديجا ياك ابو بكر، تتخدم بها؟ انا كنخدم بها، كنحسب السيرفاس بها. داكور واخا،
سميتها ليست. كنت الاول لك داك السيرفاس بالخضر. لا ماشي بالضروره. هنشوف شتي هاد الكادر هذا المهم انا عندي واحد الدار مثلا. هاد الكادر هذا هو هاد الكادر بغيت نعرف لا سيرفاس ديالو شحال. هاد الغيكتونغ ما علونو ما حتى شي حاجه، بغيت نعرف لا سيرفاس ديالو. شوف باش ما نطولش عليكم، غتمشيو للاوتوكاد. الا ما عندكمش ديجا محطوطه مع هاد لي كوموند غتمشيو للاوتوكاد، غتلقاو غون سينيمو على الماضي. غون سينيمو ها هي، انا ديجا ماكتيفي. ها هي غون سينيمو، الا اكتيفيتو غتعطيكم هاد اللعيبه هادي. هاي غتعطيكم هادي تبان لكم، هاد غون سينيمو فيها واحد اللعيبه سميتها دايره بحال ديك الصحيفه ديال قريش. هذيك صحيفه قريش ها هي هنا، الا كليكيتي عليها تعطيك بحال واحد البوان دانتيغوغاسيون. الا خديت هاد الغيكتون تندير هكا وتنكليكي اضغوط، تتخرج لي واحد الليست ها هي لتحت وفيها ليغ. ها هي بحال دابا مثلا هادي فيها 22.93 متر كاري، يعني تقريبا 23 متر كاري. داكور هكا تعرف لا سيرفاس. هاد الكوموند باش تخدم ممكن تعرف لا سيرفاس ديال اي حاجه، غير الشرط الوحيد اللي عنده ان اي حاجه بغيتي تعرف لا سيرفاس ديالها خصها تكون مسدوده. يعني مثلا انا ديسينيت هذا، واش غتقدر انت مثلا في الواقع تعرف شحال لا سيرفاس ديالو تقدر تحسبه؟ اي عندو بحال هذا الشكل هذا غيرونك، فهمتيني؟ كاع تقدر تعرف لا سيرفاس ديالو. او مثلا لو بغيتي تحسب بغيتي تحسب الطول ديالو، فهاد صحيفة قريش تتعطيك كل شيء، فهمتيني؟ تتعطيك البيريمتر، يعني تعطيك لا لونغور ديال هاد الخط هذا كامل، وتعطيك لا سيرفاس. هنا غنكليك عليها تخدموا بها لي ميترور بزاف. غنكليك عليها طق هكا غتشوف الخط لتحت، راه هنايا إلا طلعنا للفوق شوية غتلقى الأغ هي 24.70 متر كاري، ولا لونغور هي 32.26، يعني داكشي مضبوط. فهمتيني؟ فهذه غتحتاجوها ملي غتبغيو تخدموا مثلا الميتري ديال شي لعيبه. داكور مفهومه؟ مفهومه. غنشوف دابا واحد الحاله واحده اخرى. بعض الخطرات تجيك واحد ندوزو ملي غنوصلوا لشي كوموند غنحاولوا نديطيو فيه شي شويه باش نتوما نحاول انا ما امكن نعطيكم بزاف، فهمتيني؟ ديك الساعه نتوما حاولوا تشدوا معايا، لان غير تجي الفرصه اللهم نهضر لكم فيما تجي الفرصه، نهضر لكم على كوموند معينه اش تيدير. داكور واخا مثلا غنمشيو عندنا مثلا هاد اللعيبه هادي، هاد اللعيبه فيها مثلا هادي اللي نفرض انها دال، ولكن هاد لا دال فيها لي تخو، فيها دي زوفيرتيغ مثلا. اوفيرتيغ داير هكا، ما عرفتش انا اوفيرتيغ دايره هكا، خص يكون زود. داكور ما عرفتش كاينه اوفيرتيغ دايره، احنا غير تنتخيلوا فهمتين. ومثلا وكاينه دال وحده اخرى حداها، ما عرفتش انا شي دال وحده اخرى مثلا حداها، يعني حتى هي في ديزوفيرتي مثلا هاكا، و حتى هي نديرو ليها مثلا شي لعيبه بحال هاكا. وقال لك هاد السيد هذا ولا هاد المقاول قال لك انا بغيت لا سيرفاس ديال هادشي اللي مبني ويتحيد منه هاد لي طخو، فهمتي؟ يعني تخيل معايا هادو اللي بالاحمر تقابي دي زوفيرتور، تقابي كاينين في لادال او في شي لعيبه، وهاد الشيء اللي لداخل هو اللي مبني، يعني اللي داخل هادي واللي داخل هادي هو اللي مبني. وقال لك انا بغيت نعرف لا سيرفاس غير ديال الشيء اللي مبني، كي غدير تخدمو هادي؟ هاديك الساعه ملي غتجي تخدم مثلا ليست كوموند ليست هادي اللي قلت لكم قبيله، فملي غتجي تخدمو غيعطيك لا سيرفاس ديال الغيكتون بما فيها هاديك لوفيرتور اللي كاينه لداخل، يعني ما غيحيدهاش، ما يعرفهاش هو شنو هي هذيك. انت مديسيني ولا هذيك غيعطيك هو لا سيرفاس ديال الغيكتون اللي عطيتيه. نحيدو واخا تحيدها، يعني ما هو دابا اي حاجه عطيتيها له مسدوده غادي يعرف لك لا سيرفاس ديالها، ولكن ما غيحيد، ما يعرفش هو، ما فاهمش هو هذيك راه اوفيرتير خاصها تحيد مثلا من هنا. داكور المهم ها كيفاش غتحسبوها الشباب؟ كيفاش غتحسبوها؟ غتشيل كوموند اشير، شتي اشير ها هو لي زاشير. شنو غادي دير؟ غادي تاشيري ديك البلاصه اللي بغيتي نتايا مثلا. شوف هنا وشوف هنا اونتري، شنو دار؟ اشيرا غير البارتي اللي بغيت، يعني بحال هادو ما اشيراهمش، شتيهم؟ داكور باينه ياك اشيرا هاد البلاصه وهاد باينه. غنمشي ناخذ كوموند ليست
وغتشوف بانه عطاني لا سيرفاس ديال لي زاشير ديال هادي. انا غنكوبيها نحيدها على برا. شتي راه منين درت كوموند ليست راه حيد منها لي زوفيرتير، عطاني لا سيرفاس ديال لابارتي اللي بالخضر اللي هي اشيري. دابا ممكن انني ناخذ بسهوله نعرف لا سيرفاس هذه اللي عطيتيها الميكرو ولا شي واحد قلتي له حسبها لي، راه ما عارفش راه غيدور في المقاول. قول له شتا حماق، انا كي غندير نحسب لك انايا، كندير نحيد هاد لي زوفيرتير هادو لا سيرفاس، فهمتي؟ سيرتو لو عطيتيه مثلا شي اوفيرتير بحال هاد كيدير عارف، ما عندوش كيفاش يدير عارف، فهمتيني؟ فهادي زيدوها في يعني ملي تعطالك شي حاجه وكذا اشيريها، لا تعطاتلك صعيبه بحال هكا اشيريها وخدم كوموند ليست باش يعطيك لا سيرفاس ديالها. داكور، غندوزو دابا لهاد القضيه. انا نسيت كاع علاش جبدنا داك كوموند ليست. كنا جبدنا على سيرفاس ديال على يدنا على جبنا على حساب قلتي غادي نديرو لا سيرفاس ديال هذيك لاطار. سيرفاس ديك لاطار، واخا كنا زعما باش نعرفوا هاد لا سيرفاس هادي شحال اللي هزا هاد البودغ هادي. فغنمشيو كوموند كيما قلنا ليست، غنلقاو بان تقريبا هزا 23 متر كاري. فتبعوا معايا دابا شنو غادي نديرو، غنشدو هاد التلاتة، غنجبدو كالكيلاتريس. المهم جبت كالكيلاتريس لمبش. شحال عندنا قلنا 23 متر كاري، وشوف معايا خصنا واحد لا لونغور باش نقدروا نحسبوا، خصنا لا لونغور ديال البودر. يعني هاد البودر هادي شحال فيها؟ 60. فناخدوها حنا من هنا، يعني غير البورتي ليبر. ملي تنقولو بورتي ليبر يعني اور بوطو، يعني عيل البودر ما داخلش فيها البوطو. داكور، فيها 5.56. نمشيو للكالكيلاتريس، شحال كنا لقينا في لا سيرفاس؟ 23 متر كاري ياك؟ 23 متر كاري. دابا وحدة في جوج، إما غتحسب مع لا سيرفاس، غتحسب لا سيرفاس بهاد الطريقة، أو غتاخد هاد لا لونغور ونضرب في هاد في اللارجور، يعني تاخد طول من هنا بلاتي مالك. يعني إلا تعذر عليك يكون عندك لوتوكاد ما عندكش ولا شي حاجة ما قدرتش تعرف لا سيرفاس، غتحسبها. غدير بحال هكا، غدير هكا، وغتاخد هاد الكوط هذا. دابا لا بغينا نعرفو لا سيرفاس اللي هازا دابا هاد البودر، شنو غادي ندير؟ نربط الطول في العرض. فوالا، غنضربو 4.00 في 5.56 غيعطينا لا سيرفاس. نعم. واخا، تبعو معايا. غناخدو ديك 4.06، باش حنا ما نعقدوش المسائل، ناخدو 4.10. داكور؟ غنضربوها في لا لونغور ديال البوتر اللي هي 5.55، نديرو حنايا نديرو 65، داكور؟ عاد باش يكون عندنا واحد الكوط بلا ما نبقا نكترو في الأرقام، غنديرو 65 مثلا فيها، غنضربوها في 65، غنوليو نضربوها في 65 وحدة أخرى، يعني بحال جوج مرات، شنو تنحسب دابا؟ شنو تنحسب؟ تنحسب المومون شناهي؟ هي بي فوا ال كاري على ويت، داكور. فانا شديت لا سيرفاس ضربتها في ال كاري، ضربتها يعني في 5.60 وعاود ضربتها في 5.60. دابا شنو بقى لنا؟ بقى لنا بي، هي لا شارج شحال هاز هذيك هاد البلاصه. شاك متر، يعني كل متر كاري، يعني مترو في مترو شحال هازه. ملي تنقولو متر كاري يعني تناخدو هنا ان متر، اي ان متر في ان متر. هذا 1 متر كاري الشاب، يعني تنقولوا ان هاد لادال هذا شاك 1 متر كاري شحال هزه ديال لاشارج، شحال هزه ديال الثقل. هذاك الثقل شنو غيكون فيه؟ غيكون فيه لادال، يعني هي لادال نيت البوا بروبر ديالها، وغيكون فيه لي شارج بيرمانونت، غيكون فيه لي شارج ديكسبلواتاسيون، وفيه في طبيعه الحال انا في نفس الوقت غنعطيكم واحد لاشارج اللي فيها حتى الكويفيسيون ديك 1.35 فوا 1.5 ديال الجيوكا، فهمتي؟ فحنا تنقولوا هاد الباتيمون على حساب التيب ديالها، مثلا هي باتيمون ايكونوميك، مثلا باتيمون ديال السكان، هاي سكان عاديه، ماشي سونسيبل، ماشي باتيمون سونسيبل، ماشي مثلا سبيطار ولا مدرسه ولا هادي،
هي باتيمو عادية، باتيمو عادية غالبا ما غتفوتش، يلا ركزوا معايا، ما غتفوتش ما بين 800 كيلو، 800 كيلو على المتر كاري تل 1100، تل 1000 كاع، 1000 متر كاري، 1000 كيلوغرام على المتر كاري. يعني هذا المتر كاري اللي تتشوفوا هنايا ما يمكنش يفوت 1000 كيلوغرام، يعني طن. 1000 يعني ما مي هو دابا في نظرك دابا مثلا دار عاديه واش غتهز طن في المتر كاري؟ طن راه بزاف، ما غتفوتهاش. ولكن مع ذلك حنا غنماجوري وغنمشيو، شنو غنقولوا؟ نقولوا فوالا هاد بي، هاد ال كاري في لا سيرفاس مضروبه، نديروها حنا في 1100، 1100 كيلو على المتر كاري. يعني هاد المتر كاري راه هاد لا سيرفاس كل متر كاري فيها هز 1100 كيلو غرام، فغنضربوها في 1100. مفهومة لحد الآن؟ مفهومة. فهمت. 1100. فهمت ياك يا أنور؟ فهمت. وكل ما ضربتيش وقيلا ضربتيها صافي. هو 1100. داكور؟ هاي عطاتني 141، 433 إلى آخره كيلو غرام. غنديروها ديفيزي بار ويت، هي الويت اللي تنهضرو عليها ديال المومو. شنو عطاتني؟ عطاتني 17,699. 17,699. دابا شنو غادي ندير؟ دابا راه المومو هذا الشباب، هذا راه المومو، المومو ديال هاد البوتر. إلا مشيتي تحسبو في البي ال بليز أو موان غيعطيك بحال هاكا، هيا بسهولة. حتى دابا أنا كون كنت نحسبها لراسي كون راه حسبتها في دقيقة، فهمتي؟ فشنو غادي ندير؟ فكتبوا هادي، هادي خصكم تكتبوها سي بي أ أش إيتيكال، يعني أش دابا الروتومبي، الروتومبي ديال هاد البوتر إيتيكال 5.4 مضروبة في المومو في ام ديفيزي باغ 25. انا نقول لك 25 ديالاش غاسين كاري، هادشي كامل غاسين كاري ديال جيد المومو. هاديك ال 25 ديالاش يا شباب دابا نقول البودرة واقيلا، شوف 5.4 كويفيسيون، هاي كويفيسيون هذا، يعني شدينا خربقنا شفنا الفلومبومو تخربيق هكذا وخرجنا واحد واحد الكويفيسيون اللي تتضرب فيه بلا ما تعطس الدار في انت بزاف. اما 25 هي دوني، 25 عرفتي شنو هي؟ هو اللارجور، هو اللارجور، لا لونغور ديال البودر، ماشي لا لونغور، اللارجور ديال البودر، اللارجور ديال البودر. فلو مثلا ديك البودر بغيت انا مثلا نصغر من الروطومبي ديالها نكبر في اللارجور، مثلا درت ديفيزي بار 25 درت فيها 25 وعطاتني البوتر فيها 80، شنو غادي ندير؟ فاود من ندير 25 ندير 30، بحال نكبر لاجور باش ينقص ليا من باش كطلع شويه، باش يهبط ليا من الروتومبي، فهمتي؟ فهو حنايا غنديرو غنضربو هادي ها فوالا، هاي شوف فوا 15.4 ديفيزي بار 25 اوكي، وغندير غاسين كاري ديالها، غاسين غاسين فوالا فوالا. بس تعطيني هنا شحال؟ شحال عطاتني؟ 61.75. شحال درت فيها انا هنا؟ 25 فوا 60 فوا 60. هاد 60 هاد 60 اللي بغيت نهبطها نرجع للمومو غنضرب عاود ما نقسم على 25 نقسم على 30 وغتلاحظوا بان هادي غتهبط. داكور؟ نقدروا نديروها بالزربه دابا 5.56 مضروبه 4.10 مضروبة 5 غلطت في شي حاجة واقيلا، 5.60 مضروبة 4.10 مضروبة 5.60 مضروبة 1100 اونتخي ديفيزي بار ويت اونتخي مضروبة 5.4 ديفيزي بار 30 غاسين كاري. شوف الشباب شحال عطات دابا ديك 5 سنتيم اللي زدتها، دابا راه 30 فوا 55، يعني فلا تعطيني البوتر فيها 30 على 55. داكور؟ هادي الطريقة كيفاش تحسبوا لي البوتر، من بعد تتعطى للانجينيور هو يدير رسمته، ولكن غالبا ما غيخرجش على هاد ليكوت، فهمتيني؟ غالبا غيكون هاك. فأنا سهلت عليكم جوج الحاجات، أول حاجة بواحد السهولة غتخدم البوتر وغتكالكيلي لي ديمونسيون ديالها، ثاني حاجة هو انك ملي غتجي الفراياج ديالها، ملي غتجي الفراياج ديالها انا قلت لكم انطلاقا غير من
من انطلاقا غير من الروتومبي ديالها غتحط الفراياج ديالها. انت تتشوف دابا مثلا 50 هي فيها 14 دوز، يعني الفراياج التحتاني فيها 14 على 12 او 14 على 14، فما غتفوتش هذا الشيء هذا 14 3 14 في 3 14 ولا 3 14 في 3 ديال 12 لتحت. من بعد نشوفوا كيفاش نكالكيليو كيفاش تنكالكيليو الفراياج. صافي، هذه الخدمه اللي خصك انت تخرج في البروجي في اقرب وقت، ماشي غتبقى شاد لا خصني نمشي ندخل ندوزها في الروبو ما ندوزها في كذا. هذا كالكيل مانيا او فيريفيكاسيون مانيا. بعد خطرات الا شكيتي في شي بوتر شي واحد من مخربقه قول له فوالا ها كيفاش كذا طن طن غتفيري فيها في اقل من جوج دقائق. صافي صافي، هذه ماشي خدمتنا بصراحه. دابا حنا غير بحال تنقضوا على خدمه واحد اخر، حنا اللي تيهمنا هو الديسان. هذا هو اهم حاجه، هادشي علاش كاينه الفورماسيون هادي على ود الديسان، ماشي على ود الكالكيل ولا ليتيد ولا شي حاجه. واخا دابا انت اخي انوار، انا قلت لك غتمشي لي بوتر كاملين غدور عليهم، شاك بوتر راه عندك بي 1 بي 1 بي 2 بي 2 غتبدلهم سويفون هادشي اللي عندك في التصويره. مثلا راه كاينه اللي ما نبدلش، مثلا 50 بي ار فيها 50 بي دو فيها، اللي لقيتيه مثلا بي 4 لقيتيها مثلا في البلونشي لقيتيها ما عرفتش انا 40 وهنا كاينه 35 فبدلها ديرها 35. صافي صافي، غنوريكم واحد الكوموند باش يسهل عليكم القضيه باش ما تبقاش تخدم كل مره لي بوتر. تخيل معايا عندنا بي ان، وهاد بي ان ما كايناش في هاد ليطاج، يعني كاينه في هاد ليطاج وهاد ليطاج وهاد ليطاج، يعني كاع لي زيطاج. وتخيل معايا ان هاد بي ان عطيت لك انا فيها 60، فهمتي، عطيتك فيها الروتومبي 60. فانت واش غدوز على دابا انت في نظرك غادي دير باش تموديفي كل شيء في دقه واحده؟ حيت انت دابا ملي غنعطيها بلا ما نبقى كل وحده، باش بلا ما تبقى تشيل كل وحده تموديفي فيها. هذا ما تيعنيش انك ما تفيريفيش، راه غتفيريفي غتفيريفي بلونشي، ولكن غير باش ما نعاودش هادي مثلا فيها 60 غنمشي وغندير هنا 60 وغندوز لوحده اخرى هاد بي ان وغنمشي هنا وخصني ندير عاوتاني 60 وخصني نقلب على فين هي هاد بي ان كاينه هنايا من زقل حتى وحده، ومنين نسالي من هاد البلونشي خصني نرجع لهذا عاوتاني ونبدلها. وعندك شو شحال من بلونشي راه خدمه تما معنا. صافي انا نسال عليك نعاودها. شوف كاينه حتى في الوورد في الاكسل الى اخره، روشيرشي اي غون بلاس داكور. غتمشي لواحد الكوموند ها هو هنايا، الا ما لقيتوش عندكم هنا غتدخل لوتوكاد وغدير تكست، غتلقى هنايا غتلقى التكست، تكست غتلقى في الاخر لهبطي هنا لتحت 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 غتلقى هاي اللعيبه سميتها تكست. الا كليكيتي على التكست غتعطيك واحد اللعيبه دايره بحال هكا، هي هادي شتوها هاد اللعيبة. إلا جيتي لهنايا غتلقى واحد العلامة دايرة بحال روشيرش، شفتيها؟ قبل ما تمشي ليها غنمشي لديك البوتر اللي بغيت نبدل، هي هادي غنسيليكسيونيها وغندير ليها كوبي، غنمشي لهاديك اللعيبة اللي دايرة بحال روشيرش غنكليكي عليها. من بعد غتعطيني واحد الخانة دايرة بحال هكا شفتوها، الفوق دايرة غوشيرشي والتحت دايرة غوبلاسي باغ غوبلاسي باغ، يعني ساهلة مهلة ما فيها حتى شي حاجة صعيبة. غنجي نكولي هاديك اللعيبة هاكا، هاهي بي ان 25.60، ونجي نكوليها تا هي عاوتاني هنا، ونجي هنا ونقول له فوالا دير لي 60. يعني اي بي ان باغي يبدلها 60. صافي غتقول له لتحت تو غوبلاسي، اما تو غوبلاسي يعني صافي غيشدهم كاملين اللي فيهم بي ان 25.50 غيبدلها، اما بغيتي تروشيرشي على وحيده بوحيده غيبقى يعطيها لك وحيده بوحيده. صافي مفهومه؟ باش بلا ما نبدلها لان عندي بي ان فيها 50 وغادي تعطل شي شويه فمبغيتوش يتعطل. فعلى المهم انا قلت لكم ان فوا غنكليك على هادي راه غيبدل كاع لي بوتر اللي فيهم بي ان يردهم 60. الطريقه ديك الساعه منين تبدا الخدمه كامل. واخا منين تسالي هاد القضيه ديال لي بوتر كاملين دير لي ديمونسيون ديالهم هادي، غتجي دابا لحاجه واحده اخرى، غتجي لهاد الطابلو. انا ديجا عاطيك واحد هنا فيه الديتاي، هذا في الاول غتحاول انك ديسيني البوتر الاولانيه ماني
من بعد ما تبقى ديسيني حتى شي حاجه مانيال، غتبقى تشد هذيك البوطه غتبقى تاجيستي، غتبقى تخدم عليها اجيستي فيها صافي هي النيت غتبقى تخدم. فهمتين؟ غنبداو بالبوطر الاولى، غنمشيو مثلا البوطر اللي فيها هاي بي ان فيها 25 على 50 على 50 25 على 50 غنمشيو هاد البوطر هادي بطبيعه الحال شاده في دو زابوي، لي زابوي غيكونوا اما البوطون واما يكونوا دي بوتر ولا دي واحد. اه لي زابوي تنقول مثلا لنفرض مثلا هاد البوطر اللي هي بي 10 شاده في هاد البوطو شاده في هاد البوطو، اذا هادو دو زابوي ها ابوي ها ابوي، او تتكون شاده في كونسول وفي كونسول، او تتكون شاده من بوتر لبوتر. فهمتيني؟ فهنا انا تنجي نديسيني دوك لي زابوي، لي زابوي مثلا تندير دابا تما راه شاده في كونسول، في كونسول فيها 25 غندير غنمشي للبولي لاين غندير هكا واحد الخط غنمشي غنديكاليه ب 25 او 30 على حسب، نديرو حنا 30 ماشي بالضرورة غادي يكون اكزاكت، يعني 25 30 اللي بغيتي. ها الاولى وغنبعد واحد شوية وغنكوبي ونكولي عاوتاني هنا داكور. لا لونغور ما بين هذا وهذا ماشي بالضرورة يكون مضبوط، علاش؟ لانه في الاخر غدير واحد 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 دولين بحال هكا، سافودير ان البوتر راه ماشي هذا هو الطول ديالها الحقيقي، راه تقدر تكون كبيرة تقدر تكون صغيرة. فهمتي؟ علاش انا بحال مقطع زعما هنا هاد الدولين هادو اللي تتشوفو هنا تتعني بان البوتر راه تقدر تكون طويلة على هكا او تقدر تكون قصر من هكا. فهمتي؟ اه ما علينا. ها لي زابوي هادو تنقصد بهم اما البوطو اللي شادة في البوتر ولا دوك ولا دوك اللونغ ديال. من بعد تنجي تندير واحد لالين هكا عادي شدو من هنا لهنا داكور، ومن بعد شحال عندنا فيها البوتر بي ان فيها 50، شحال فيها؟ فيها 50 روتومبي ديالها ديكالي 50، تمشي تندير ديكالي تندير 0 سيكونت وتنديكالي ب 50 0 على 50 اخ. من بعد هاد لي دولين خصني ضروري ما نهبطهم شويه لتحت، لان هادو بحال لي بوطو مثلا، لي بوطو راه يكونوا طالع. فشنو غندير؟ غندير واحد لالين هكا غير باش يعاونني، وغنشد وندير برولونجي برولونجي لهاد الجوج وبرولونجي لهاد الجوج خلاص. داكور غنشد هذا غنديبلاسيه شويه الفوق، هذا حتى تنخدم به هاد لالين عاد تنخدم به. من بعد غنحيد اه من بعد غنحيد وغنمشي وغنبرولونجي عاوتاني هادي ونبرولونجي هادي. واضحه؟ صافي واضحه هادي باينه. من بعد غنجي غنحيد هاد لالين هادو هاد الدولين هادو باجيستي. دابا شوف تنخدم غير بثلاثه لي كوموند ولا جوج، اجيستي ديبلاسي كوبي راه باين اجيستي بلي غنجي غن اجيستي هادي و غن اجيستي هادي باينة. من بعد غنجي ندير واحد باينة واحد ديسان صغيور بالبولي لاين. ها هو البولي لاين، عن 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 نجيب واحد لين هاكا اورتو نجيبو تال لهنا، من بعد نكليكي هنا نهبط لتحت شوف نعاود عاوتاني نحيد ديك اورتو حيت هو دابا هو غادي اليني نحيدها نمشي تال الفوق هاكا عوج ونجي تنشوف هاد البوان برك هاكا ما نبركش عليها غير نشوف نشوف بيها شتي هاي تعطينا واحد الخط متقطع الشباب شتي بلاتي لو وقفت هنا ومشيت هاكا نيشان تعطينا واحد الخط متقطع شتي زعما تيعني بان هاد لالين راه يجيك اليني معايا. غنمشي هاكا عاير نطلع فوق منها هاكا شويه ونزيد ونكليكي هاكا ونعاود نرجع للاورتو وندير هاكا. من بعد نعاون نحاول نقادها شي شويه مثلا باش تجي بحال الفوق بحال التحت. زوقت بها فهمتيني، ها زوقت بها هاكا وشويه هاكا هنا، وغادي نزيد نطلع هاد لالين هاكا تنشدو من ديك لي بوان ديالو تنتحكم فيه فهمتيني. ها شتي تنهبطو تنتحكم فيها سيليكس سيليكس سيليكسيونا كامل اه طن ونا اجيستي هادي باينة. هادي زعما تقطيعه زعما هاد البلاصه راه مقطعه راه مازال مستمر الفوق وانا قطعته هنا نشدو ندير لو فهمتو. هادي فهمت هاد لي ديسينيت هاد اللعيبه هادي فهمت هادي فهمتها صافي يعني راه مقطع صافي ها. نجي ندير لها ميروار الجهه الاخرى وندير لها ميروار لهاد الجهه ونحيد عليا داكشي اللي كاين
دابا شنو درت؟ ديسينيت الكادر ديال ديسينيت البوتر، يعني داكشي ديال البوتر الفوق. نجي ناخذ هاد الشطاب، انا وريتها البارح بوكر لما مشيتي هنا، كوبي لا بروبريتي. هادي غتبقاو تخدمو بيها بزاف، فحفظوها، هادي مزيانة فهمتيني، حفظوها وخدمو بيها لأن غتحتاجوها بزاف الأمور. دابا كوبي هذيك كوبي سي مجيد، دي دابا هذيك انا هذيك اللي غمطها عندي في ديك لافاف، غنغوشيرشي عليها نتاعها. كيف كيفاش زعما ندخل تقدر تحفظ، غير تحفظ الا ما طلعش تحفظ الكوموند سميتها. هي حفظ سميتها سميتها كوبي لا بروبريتي، اكتبها هي كور سي او دو زير، غيعطيوها لك سميتها كور برو شغل كور بروب، كور بروب. انت كتب غير سي او دو زير وغتعطيها لك صافي. فغناخد هنا هذا باش يحتفظ ليا بالكالك ديال لي بوتر، حيت البوتر راه عندهم كالك. مثلا هذا شوف هنا عندهم هذا الكالك هذا، فباش يكونوا كلهم متشابين غنجي ندير ديك الشطابه، نكليك على هذا ونسيليكسيوني هادو كاملين باش يوليو فحالي صافي. بين هادي بين انوار، انت هو المطالب بهادشي. ما بين ما بانش ليا مزيان، ما بانش ليا مزيان. داكور واخا، رجع عاود ليا غير هادي. واخا شوف، حنا ديسينيناها بنامبورت كال كولور، يعني اي كولور شدينا ديسينينا به. دابا انا بغيتهم باش يكونوا بحال هاد لي بوتر، انت تشوف هاد لي بوتر عندهم لي كولور بحال هكا، شنو غادي ندير؟ نكليك على هاد الشطابه هادي شتيها، نمشي للبلاصه اللي بغيت يكون بحالها، بغيت هاد لالين هذا، هاد لي لين يتلونوا بحال هذا، نكليك عليه تعطيني واحد اللعيبه بحال غنصبغ، شتي بحال غنصبغ بحال الصباغه، ونشد ونصبغ هذا صافي. باينه ولا نعاود؟ صافي قلك لا، باينه دي فهمتها صافي. واخا ها البوتر دابا اللي جينا نكوطيو هنا راه نلقاو فيها 50، فيها من هنا لهنا 50. واخا من بعد غادي نجيو وغنديسينيو لا كوب ديال البوتر، يعني كوب دايزة في هاد البلاصة هادي. كيفاش غنديسينيوها؟ هي شحال فيها في العرض؟ لارجور ديالها شحال فيها؟ 50 لا 25 25. نمشيو قبل ما نديسيني ديك 25، نجي ندير واحد لين تيجي بحال هكا، عرفتي هاد دغوات دغوات لا بغيتي تاليني ما بين جوج الحاجات، هاد لانين كاع ما تيسالي هاد دغوات، شفتي ما مشيت ما عمرو غيسالي هاد، هادا غي تنخدم بيه سميتو دغوات. على بغيت ناليني ما بين جوج الحاجات غتخدم بيه، تا هو ضروري غتحتاجو بزاف الامور. فتنجيب بوان هنا وبوان هنا، وهذا غا باش يعاونني. علاش؟ باش نجي نديسيني ديك البوتر اللي فيها 25 على 50. كيفاش غنديسينيها؟ غنديسينيها بغيكتونغل، شوف غيكتونغل، كليكي على غيكتونغل وكليكي على اي بوان من هنا وجر لتحت ودير سي سي. شوف لتحت لتحت راه عاطيني اختيارات، كاينه ار، كاينه كوت، كاينه غوتاسيون. انا غنختار كوت، يعني انا نعطيه لي كوت. باش نختار كوت خصك تختار الحرف الاولاني اللي بالازرق اللي عندك لتحت، فغنختار سي وندير اونتري. من بعد نقول له لارجور، هو دابا تيطلب مني شحال لا لونغور ديالها، نعطيه انا غير نعطيه 0.25. من بعد يقول لي لارجور ديالها، نقول له 0.50 كيما عطاها لي مزيان. دابا عطاها لي هكا، سينو كون عطاها لي مقلوبه كنت نقلبها بغوطاسيون. فهمتي؟ فهمتي يا انوار؟ شتك راسك تنفخ. هاي غوطاسيون عرفتش هذيك الكلمه. راسك تنفخ انوار. لا لا والله يا لا لا الله يوسف بعزي. انا ديجا مديسيني لا كوب ديال البوتر، يعني شوف راه انت غير بالنسبه للتنديال، انت غير مطالب تشد كلشي اللي شديتيها مزيان. انت اصلا غترجع لهاد الفيديو هذا؟ لا لا غادي دابا، غادي كلشي مشي دابا كيزيد، غادي مزيان غادي مزيان. لين فريد انا ديسينيت البوتر وعطاتها لي بحال هكا، مثلا درت هاد الكوت وعطاني هكا غوطاسيون، نديرو غوطاسيون صافي. غنمشي غناخد من هاد البوان ونهبطها لتحت ونقلبها كيما صافي. هاد لاكوب هادي ملي تنجي ندير كوب البوتر، لا شفنا البيون بلون هاد البوتر، هادي الجنيبة ديالها شنو كاين؟ كاينة لادال، هاد لادال فيها لادال
هادي 25 وهادي 20، فغنجي هنايا في الجنيبه ديالها غنجي هكا، نحيد هاد لاين ما عندي ما ندير بيه دابا، غنجي هنا وغنديسيني واحد لاين هكا ونقول له ديكالي ونديكالي 25 واخا داك ها 25. نشد هادي، ها هي ديجا عندي بعد الخطات اللي صايبت واحد الحاجه ما محتاجش نعاود نبقى نصايب فيهم. نشد هادي النيت نجيبها هنا وندير لها غوطاسيون هكا في البلاصه اللي في الساك بس مرة مقطعة يعني مقطعة صافي، وناخذها هي النيت ونجيبها لهاد لانين هكا ونحطها صافي. من بعد عاوتاني هذا ديجا ديسينيتو، علاش غنعاود نديسيني حد ثلاثة ميغوار نديرو لهم صافي اكزاكتومون ميروار نديرو ميغوار طق هاي تشدات هنا. بان لي هذا غليظ بزاف ولا كدا نصغرو فهمتيني، زوقت بيه صافي هكا باش يكون داك الشيء مزيان. نشد عاوتاني هادي ندير ليها هكا هكا، شنو بقى ليا دابا؟ غنديكاليو داك الكادر الوسطاني واقيلا صافي. ها ها لا كوب ها البوتر، غنجيو كوبي بروبريتي كما قلت لكم ديك الصباغه، ناخذ هاد لاين ونسيليكسيوني كلشي وندير كونترول اونتري وصافي ها هي تسيليكسيونات صافي. دابا حنا سالينا الكفراج، هذا كفراج يعني هذا البيطون. دابا شنو غندخلو؟ غندخلو الفيريج فيريج ليزاسي اخ ليزاسي. شنو قلنا؟ نبداو بداكشي اللي عارفين حنا. شنو عارفين حنا؟ قالوا لنا سيدي بان فيها 3 تي 14 لتحت في 3 تي 12، ديما البره الفوقانيه هي الكبيره عاد اللي تحت اللي فوق. دابا الا مشيتي للتصاور الا مشيتي لهاد التصويره هادي غتلقى 3 تي 12 3 تي 14، ديما البره الكبيره هي التحتانيه عاد تجي من فوق منها البره الصغيره صافي. كما قلنا قبل هنا هنايا من غنجيو نديسينيو ديك البره الكبيره هي الاولى عاد فوق منها الصغيره. الصغيره تتكون رونفور يعني بحال تقول مساعده، ولكن لي برينسيبال هي التحتانيه كاع وهي اللي خصو يكون الديامتر ديالها كبير فهمتي. ولكن بجد الا كانت كونسول لاكسير لا انا ما نتهضروش على الكونسول، دابا تهضروا على بوتر عاديه. هاد البوتر عطينا دوبار، عطينا 3 ديال 14 زائد 3 ديال 12. قلت لك دوك 3 ديال 14 هما اللي انا نعطيك ميت. شوف شوف هما تيكونوا لتحت. ها نشوف شنو عندي هنا، 3 ديال 12 وفوق منهم 3 ديال 10 اللي هما هادو اللي هما هادو. شوف 3 ديال 12 شكون هما؟ هما التحتانيين كاع ها هما شتي، و 3 ديال 10 هي اللي فوق منها باينه. ف 3 ديال 10 تتسمى رونفور، ولكن اللي هي برينسيبال هي التحتانيه هي اللي تتكون كبيره شتي، كي تدخل في البوطو تدخل من هنا وهنا. ولكن هذه شوف تبقى حدها بحال بحال برا ناقصه تجي حدها هنا صافي. رونفور 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 واخا. اذا غنجيو هنايا خصنا بعدا تتشوف واحد القضيه بان كاينه واحد واحد الفرق ما بين هذا وهذا، هو لون غوباج. عرفتوا لون غوباج اش هذا؟ عرفت لون غوباج باش كنخليو ما بين الحديد اعرف كنا ما بين الحديد والبيطون صافي، التغطيه بحال تقول التغطيه باش يجي باش يجي الحديد مغطي بالبيطون. فغنمشي شنو غندير؟ غناخذ هاد لالين هذا وغنديكاليه ب 3 سنتيم، هو لون غوباج ديال الكود نخدمو بثلاثة. هو الصراحة ثلاثة تيتخدم في الفونداسيون، هي تخدم غير جوج جونس 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 أغلبية جونس داكو نديرو فيها جوج جونس، ما يكون غير خاطرك أخويا دابا على حسب واقيلا لازون ياك على حسب اش غادي نقولك على حسب لازون اكزاكتومون، يعني مثلا من تكون حدا البحر أو بعيدة على البحر كنديرو كثر فهمتيني، بريجيديسيابل ولا ان بو بريجيديسيابل ولا تري بريجيديسيابل فهمتي. فكل ما بعدتي على البحر كل ما لون غوباج تنقص، كل ما قربتي من بلاصه فيها لي ميديتي وداك الشيء او فيها الماء فلون غوباج تزيد فهمتي. داكور قلت لك غنمشيو ب 0.0 جوجونس اللي هي هو هذا اللي كاليناها، غنزيدوها شويه لهنا هذه ونزيدوها هذه شويه لهنا
يعني داخل من البوله في وغناخدو هادي بالصفر. دابا انا تنوريكم الدسه مانيال، انا ما بقيتش تنديسيني هادشي هذا بحال بهذه الطريقه من طبيعه الحال، عندي شحال ما ديسيني شي بوط، ولكن حيت وليت تنديسيني بارماكاد. وعاد اصلا واخا فاش كنت تندير الكلاسيك كنت تنشد بوط عندي موجود ها وما عندي موجودين، تنشد وحده فيهم وتنبدا ناجيستي فيها فهمتيني، واخا يكون فيها مثلا 40 شده دغيا نردها 50. تخيل معايا دابا مثلا هادي بغيت نردها بي ان، شوف غندير لها سهلة، غنشدها بحال هكا، غنهبطها لتحت، غندير لها اونتخي، غنمشي هنا، عندي واحد الكوموند سميتو ايتيري، تعرفو هاد الكوموند هذا هو ايتيري، غنشدها بحال هكا، طق، غندير لها ها، وغندير فيها 0.10، هاي ولات فيها 50، إلا كوطيتي هنا راه ولات فيها 50، شفتيها؟ أنا غنجي هنا وغنبدل هاد الكوطاسيون، غنقول له فوالا هادي راه ولات فيها 50. نفس الديكور غنجي لهذا كوموند ايتيري، غنشد اللعيبات كاملين سيليكسيوني طب 0.10 وصافي، وديك الساعة غنجي غنبقى نبدل على الفرايات 3 تي 14 3 تي 14، وهادو غنحسب هاد لي شابو. انا ساليت سهلة هادي كاع، هادي سهلة كاع. وانا دابا راه في امكاني نوريها لك، ولكن انا بغيتك تعرف كيفاش ديفيني بوتر، لانه باحتمال شرفة ملي كتكون وهادي احتمال طيح في شي بلاصه ما عندكش هادو وطلبوا منك ديسيني البوتر غديسينيها، حيت انت اللي ماشي تعتمد على شي حاجه ديجا مديسينيها، ومن يجي يقول لك ديسينيها ما كغدير تبقى واحد يقول لهم استنى ونمشي للدار نجيب واحد البوتر ديجا مديسينيها اجيستيها، لا لا تعرف ديسينيها في راسك فهمتيني. واخا غنرجعوا لهذا البوتر غنديروا هذا بالصفر وغنبدلو لي بيسور تلين ديالو باش يبان، غنمشيو هنا للديكالك نديرو فيه 30 ونديروه بالصفر باش يجينا داكشي بحالو بحال، او نديروه بالحمر مثلا باش الحمر يبان مزيان باش يبان ليكم ديك البوط. صافي ها البرة ديالنا، ولكن هاد البرة راه كروشيو طالعة الفوق كيما وريتكم داك النار، نجي ندير هاكا 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 ونجيب هادي اللي ما كتصايبش ليا في اوتوكاد مزيان. علاش خاصك عاد كندور مثلا هكا في عينك مزيانك وصافي، راه ماشي شي حاجه صعيبه. هاد مثلا اجيستي هادي نحيدها ونحيدها، هادي هادي في تروبو صافي بحال عندي الرومبو نلونهم شطابه هاهي ديسين صافي، تنديسيني غا وحده وصافي، ومن بعد تنبقى نخدم كوموند. هاد الشطابه زعما زوين صراحه، لا ممتاز، هادي غتحتاجها بزاف، راه ما تشطب هي كامل شتي. فوالا نمشي هنا ندير واضحة، هادي باينة واضحة. السي انوار، انا خصني السي انوار اللي يقولها لي. لا واضحة واضحة، لا واضحة واضحة، غير انا هذيك الدورة ديال البرا غير قلب عليها في شنو سميتو كيفاش تقلبت عليها صراحة ما لقيتش. ها هي ارك ارك سميتو ارك، غتلقاها مع ليلي ارك ارك، غتلقاها مع ليلي صافي صافي، كاين ليلي غتلقاها ارك صافي صافي واخا سي. شوف غالا ديفيني تاعي واحد الشيء الاخر غيبقى ساهل، غنجي هاد البارة هادي عاوتاني غنشد نسيليكسوني غير هادي ونكوبيها للفوق 0.02 ولا 2 سنتيم، هاهي ولا قل كاع 2 سنتيم بزاف، يعني البارة اللي غتجي للفوق بسنتيم، تندير 0.01 سنتيم هي 0 سنتيم، لا نديرو 0.02 صافي دابا خليوها 2، حيدو هذا. يعني شديت هذا وشديت هذا وكوبيتو الفوق بجوج سنتيم فهمتي، هذه البره لتحت يعني غنجيو نزيدها هكا، هادشي كله راه شيماتيك راه ما محسوبش، يعني هاد لا لونغور اللي جيتي تكوطي راه انا عاد تنبين له البوتر كي دايره، ولكن من طبيعه الحال هي راه تقدر تكون طويله تقدر تكون كبيره. هذا الرونفور، فها انت ها لا لين الثاني، نقدر نزيد نديبلاسيه باش يبان شي شويه، نديبلاسيه شويه الفوق بحال هكا هاي باش يبان، ونجي هنايا وندير زعما غير المارك تيتسمى المارك ديال البارة طق، عوج بحال هكا، ونجيب عاوتاني هذا ميروار ونخدم الشطابة صافي. هذا الروب باينة الشباب،
باينه. باينه واخا. دابا بقى لي الفوقانيين، غنشد هذا غندي ثاني واحد لا لين اللي غنخدم بيهم في الاخر غنحيدو. غنشد هذا مع هاد الجوج هادو وغندير له شنو غندير له؟ ميغوار. ميغوار. فهمت عليك. غنمشي حتى لهنا طق، غنشدو هذا وهاد مع هاد لا لين ونديبلاسي شي شويه هنا الفوق باش يبان بعيد على الاخر. هذا غنشدو نهبطو شي شويه لتحت. دي سارة غير دير بحال بحال تتلعب او تترسم شي لوحه او فهمتيني، يعني ما تعقدش راسك معاه وتبقى بحال تتزوق شي حاجه فهمت. نشد هذا وهذا ندير له كذلك ومثال ميروار ماشي من البار، نديرها له ديما من الكوفراج باش يجيب لي هذاك الشيء. هو هذا ناكتيفي اورتو ونشد هادي عاوتاني نهبطها شويه لتحت ونشد هادي نزيدها هنا داكور. ها البرة التانية، إذا ها التحتانيين بالرونفور، وهذه البرة اللي تيجي فيها غالبا ديما تتكون إما تروات تيديس ولا تروات تيبيت ولا فهمتيني، يعني هادي سكوندير وصافي، يعني ماشي مهمة بزاف. داكور. نجيو دابا لي كادر. لي كادر راه ساهلين، غي تنشد هاد لالين هذا، لي كادر ديما تيبداو من هنا، تنشد هاد لالين وتنديكاليه 0.05، ديما أول كادر تيكون مبعد على البوطو 5 سنتي، هذا أول كادر. غندير نبدلو الكورور ديالو، نديرو مثلا بهاد اللون أو شي لون باين، نديرو بالأزرق مثلا، ونديرو افيك واحد اللين اللي يكون بوينتي فهمتيني، ما يكونش هكا لينيار. فلا بغيتي التيب ديال لينين هو موجود هنايا، اختار التيب اللي بغيتي. مثلا كاينه هاد داش هاد ولا ما عرفتش شنو سميتو، كليك عليه تيعطيني تقريبا دولين. بغيت نزيد نصغر المسافات ما بين لين، تنشدو هو النيت وتنكليكي ادغوات بروبريتي ونمشيو نبدل لي شيل ديالو. هانت تلقى هنا الفوق هنا ايش ندير له مثلا 0.5، شوف شنو غيوقع له، ولاو 3 صغار كانت 0.2 فوالا هاكا مزيان فهمتي باينة مزيان حركتك فوالا. من بعد ها انت تتشوف دي كادر، هاد البلاصة هادي اللي تتكون البلاصة الملاقية تتسمى لا زون كريتيك او لا زون سيسميك. هاد لا زون كريتيك اللي تيكون شي زلزال ولا شي حاجة الله يستر، اكثر حاجة تتضعق هي البلاصة ديال الملاقيات فهمتيني. فعليها تنكثرو لي كادر هنايا، لي سباسمون ديالهم تيكون صغير لي كادر، كنكثرو لي كادر تنكثرو تيكون لي سباسمون ديالهم صغير وتبقى غادي غادي، كل ما بعدتي على البوطو تيكبر. حتى تشوف هنايا بحال تنقولو كاينه 3 الكادرات، ما بين كل كادر وكادر 7 سنتيم، نفس الشيء هنا نفس الشيء هنا، ولكن هنا كاين 3 الكادرات ولكن ما بين كل كادر وكادر 10 سنتيم. ملي تنوصلو للوسط تنديرو هاد السي تي او اللي تتعني كونستونت، يعني هاد لي سباسمون ثابت. اون فوا نوصلو لهنا فتيولي واحد 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 ليسباسمون اللي هو ثابت اللي هو 16 سنتيم، يعني ما بين كادر وكادر 16 سنتيم 16 سنتيم حتى تنوصلو عاوتاني لهنا. هادشي اللي تيدار هنا تيكون سيميتري للجهة الأخرى، يعني بمعنى سيميتري أن هادشي اللي كاين هنا هاد ليسباسمون ديال لي كادر تيكون بحال تقول ميروار ديالو في الجهة الأخرى صافي. وتنظن ماشي صعيبة، هادي سهلة، يعني هنا 3 في 7 تلقى 21، بمعنى ديكالي هاد لالين على هاد لالين ب 21 سنتيم. هكا غندير ديكالي بواحد وعشرين سنتيم 0.21 اونطخي وديرلو بحال هكا وتكتبلو ديك 5 سنتيم 3.7 إلى آخره طنطن توصل تال لهنايا. ديما خدم مثلا 3.7 3.7 عينك ميزانك صافي. 3.11 على حساب البوطر إلا كانت كبيرة ولا صغيرة، حيت هادشي غير شيماتيك زعما كيفاش غيخدم وصافي صافي. الو خدمنا الفوقانيين التحتانيين كذا لي كادر، ها انت وريت كيفاش دير ليهم. من بعد ملي غتخدم غير النص ديالهم غدير ليهم ميروار كذلك ومثال الجهه الاخرى. لي تكست راه ما محتاجش نوريهم لك، لي تكست راك عارف ساهلين باين. لي تكست بحال هكا لين طن هادي تروات تي دي 14 الى اخره، لا دوك باين. واخا بالنسبه للرونفور يبقى لك واحد الاشكال، لا بغيتي تحدد لا لونغور ديالهم. انا عارف كثرت عليك شي شويه ولكن غير صبر. لا لا ماشي
باش نحددوا الطول ديالو. الرونفور اللونغور ديالو حيت مازال البارة التحتانية ما تنعطيش لا لونغور ديالها، ولكن الرونفور خصني نعطي لا لونغور ديالو. حيد 50 سنتيم في 50 سنتيم، بمعنى دابا هذه هي البودر، حيد 50 سنتيم من هنا وحيد 50 سنتيم من هنا، ما تبقى دير الرونفور هذه دابا غير باش نافونسي وصافي. صافي ديما حيد 50 50 يبقى لك، اللي بقى لك ديرو هو لا لونغور ديال بحال دابا مثلا هنا شحال كنا قلنا فيها 5.60، يعني غيولي فيها 4.50. هلا تحيد منها امتر 50 50 هي امتر، غتولي 4.50. فمني غنجي نكتب لا لونغور ديال الرونفور هنا نكتب له 4.50، غنكوبي غير شي تيكست من هادو اللي بغيتي، او عاود كتبو لراسك اللي بغيتي. نجي هنا نقول له فوالا هاد الرونفور راه فيه 4.50. صافي صافي على هكا تبعدو شي شوية وتقول له فوالا تحيد هاد لاين. واللي تيكست الاخرين بطبيعة الحال غادي ديرهم لي كادر كدا، هادي بوتر كدا، لي تيكست كلهم ها هما هنايا الا بغيتي تعلم ليهم كلهم كاينين تما. هو شي كاين هنا. شنو بقى لنا؟ بقى لنا دابا الدسان ديال هاد لاكوب. هادي هادي راه من اسهل ما يكون، تتشد هاد الكادر هذا هو ديجا هاد الغيكتون ديجا عندنا قلنا شحال لون غوباش ديكاليو شحال لون غوباش 0.2 0.2 لا 25 قطع الصوت حتى انا ما تنسمع دابا ما عرفتش من دابا مزيان دابا مزيان دابا قلت لك هاد السيركل هادي راه حلها سهل. مازال 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 ما مزيانش مازال ما مزيانش كنا تيولي مزيان. قال لي انا عيقتو عليا بزاف راه تنفخ الراس وقيلا. لا 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 بالعكس لا بكر جا الناس يبدا يقول لك الصوت 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 مشات الصوره مشات الصوره الله يعاونكم. لا 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 الكونيكسيون ثقيله الكونيكسيون ثقيله. دابا مزيان الشباب الصوت مزيان مزيان واخا. بالنسبه لي بار دابا حنا مدوزين لاكوب هنا الو غيبانوا لنا ثلاثه البارات وفوق منهم ثلاثه البارات ياك واضحه. غنجي غندير واحد السيركل بحال هكا سيركل عاديه كوموند سيركل وغنمشيو غنليزاشيغ هنا غنليزاشيغ غندير سوليد نديرو مثلا بهادي هاهي سوليد مكتوبه هنا سوليد ونمشي ناشيري هادي فوق اونتخي اونتخي صافي وغنقسمها على ثلاثة هادي يعني غوطاسيون عاوتاني غوطاسيون هنا اكزاكتومون صافي وحدا هنا عاوتاني الفوق حيت عندي جوج جوج فهنا و ثلاثة عاوتاني هنا صافي. و غنجيب لي زيتخيي نجيب لين هاكا و نجيب لين هاكا من طبيعة الحال لي كادر انا دايرهم بالزرق باش ما يكونش كونتخاديكسيون غنجيبهم تا هما بالزرق هاينا. و هذا دايرو بالحمر من طبيعة الحال تا هو نديرو بالحمر صافي. بدلت الكولور ديال هذا نبدل الكولور ديال هذا و غنجي و غندير بحال دابا مثلا هادو راه طروالين و لين هاكا و مكتوبة تروا تيديس هادي راه تعرف ديرها ياك فهمتي. هاديك ساهلة هادشي ها تروا ديس و نجي هادو كلهم غير دي تيكست دي تيكست يعني ما محتاجش زعما دي طيب فيها صافي. بي 5 كنجي هنا عاوتاني كدير لكم مثال لي كوت تا هما لي كوت هادشي راه غير مديسين يعني ماشي كوتاسيون هذا تا هو غير شديت كوتاسيون دي كومبوزيتو هرسو وجبتو لتما باش نتحكم فيه صافي. هاهي 25 وهنا كدير لكم مثال 50
نجيبها من هنا حتى لهنا ونديبلاسي هاد الفلاش باش يجيني هنا. ولكن لي كود خصكم يكونوا مضبوطين، واخا تنكتبهم راه خصهم يكونوا مضبوطين. يعني هنا ماشي دير 50 وهي فيها 60 ولا شي. صافي نجيبو وصافي. تيبقى لك مسألة ديال التكست، تتبقى لنا حاجة واحدة مازال ما ديسينيناهاش، هي لي شابو. هذا شابوات، شابوات غنمشي لهاد هاد البره اللي الفوق، غنديكاليب لا ميم كوت اللي كاينه هنايا. دابا الا بغيت لا كوت شوف ديكالي، وبغيت واحد لا كوت معينه ديجا عندي في الدسان تنجي ناخذها من هنا. انا تنكليكي هنا وهنا صافي، ها هو شي عطاني هاد المربع. الا جديت هذا هبطت لتحت عطيني لا ميم كوت، يعني المسافه من هنا لهنا هي المسافه من هنا لهنا. باينه باينه؟ اه دابا هاد لي شاب، هاد لي شاب نقصو منه دابا، ما يبقاش هكا طويل. لا ما يبقاش، انا شوف انا شديته من هاد البوان وانا غنزيدو حتى لهنا وندير له بحال هكا. هادشي راه ماشي من بعد، هادشي غتبقى ديسيني من طبيعة الحال، سيرتو في الديتاي ديال الديتاي اللي غنتعلمو، غتولي ديسيني بلي كوت شابوات بلي كوت ديالهم وكلشي. دابا هذا غير الكلاسيك، فغندير اف ويت هكا. سمعش مزيان دابا؟ صافي داك ديسيني والمارك ديالها مزيان. الشباب تسمعوني ياك؟ انا كنسمع كنسمع تقطع. واخا باغي غير تبعوا معايا الدسان، لانه ما كاينش شي حاجه زعما باش نشرحها، نفس لي كوموند شطابه كدا الى اخره. هذيك باينه زي واخا تقطع الصوت راسها فهمناها. شوف اللي مهم عندي انا في هذا الشابو كيفاش تحسب لا لونغور ديالها، هذا هو المهم. صافي هذا هو المهم. صافي دابا انا رسمته هنا، هو النيت غيكون هنا، يعني غنشدو ندير له ميروار، غنشدو ندير له ميروار من هنا. موت اخطا باينة ياك؟ هادي باينه. اجي دابا نحسبوا كيفاش غنحسبوا لا لونغور ديالها. هو ديجا التكست موجود، غنشدو غير هاد التكست هذا غنهزوه بحال هكا، غناخدوه ونمشيو لهنا نحطو مثلا هذا هنا. جوج الحاجات اللي تيكون فيهم لا لونغور باين هو الشابو والرونفور، ما تبقى ما فيهمش لا لونغور، اذا هادو اللي خصك تحسبهم. صافي الوغ كيفاش غنحسبوهم؟ صافي شوف شابو كيفاش نحسبهم؟ اخ نمشيو للبوتر، شوف البوتر من هنا حتى لهنا، هذا هو لا لونغور ديالها، قلنا قبيله فيها شي 65 ياك. نديرو ان كلين 65 من هنا حتى لهنا، هاي 65. شوف معايا هذيك كتبها في وريقه، غدير 65 لا لونغور 65 ماشي 65، غدير لا لونغور ديفيزي بار 4 بليس 5 سنتيمتر. بالله تسمح لي 65 ديفيزي بار 4 بليس 0.05 حيت 5 سنتيمتر. درت 5 بجا لاحني في المتر. واخا تعاود لي عافاك هذيك واخا لا لونغور ديال البوتر اللي هو 65 ياك، 5.60 65 ديفيزي بار 4 عطاتني واحد لا لونغور، ودرت بليس 0.05 هي 5 سنتيم، زدت عليها 5 سنتيم 0.05 صافي هي متر 5. هذا هو لا لونغور ديال متر 5. صافي باش غنجي هنايا غنقول له فوالا الشابو راه فيه 1.5. باش نقيد 0.60. اسمع لي سي عبد المجيد، بالنسبه للرونفور باش نقيدو في الورقه قلت لنا كنقصوا من جيت الفوتوات شحال 50 يعني 1 متر، قول نقص 1 متر صافي. دابا دابا باش نافونسي ومن بعد نشوفوا هاد لي ديتاي وهاد لي نورم، هذا منين جاو نشوفو منين جاو، هادو راه ديجا كاينين موجودين. واخا شوف فهذه كيفاش تحسب الشابوات، ولكن الا لاحظتي معايا دابا هاد الشابو هذا
راه في بوتر اللي شاده من بلاصه لبلاصه، يعني هذه هي البوتر. فالشابو اللي غنديرو هنا هو اللي غيكون فيه ديك مترو 50، ولكن ملي تتكون بوتر كونتيني بحال هاش، بحال هذه مثلا، بحال هذه ما عرفتش بلاتي، خصني شي بوتر اللي كاين هدا على الله صح. فوالا هادي مثلا، هادي الطريقة كيفاش حسبت الشابو. هو حسبنا لا لونغوغ ديال البوتر ياك، وهضرنا على الشابو اللي غيجي هنا. تبع معايا هاد النقطة هادي، هضرنا على الشابو اللي غيجي هنا ولا غنحسبوه بهاد الطريقة. اجي دابا بغينا الشابو اللي غيجي هنا، هو غيجي ما بين غيجي فوق هاد البوتر هادي وهاد البوتر، يعني بحال غيشد نصف هادي ونصف هادي. هاد الشابو غيكون شارك في دو بوتر، فهمتي؟ بلاتي نوريك كيفاش. شوف معايا هنايا، شوف معايا هنا، شوف الشابو هنايا راه كونتيني مقطع، لا لونغور ديالو هنا 2 متر. نشوفو شي وحده اخرى، فوالا. شوف هاد الشابو هذا، بمعنى ان هنا عندنا البوطو وهنا عندنا شابو فيه مترو 50، ولكن الا جيتي تشوف هادي كونتيني، كاينه بوتر وحده اخرى في الجهه الاخرى درت فيه 2 متر. شوف يعني هذا اكبر من هذا، علاش؟ حيت هنا شاده على جوج بوترات. كيفاش تيتحسب لا لونغور ديالو ملي تكون البوتر كونتيني؟ حيت الا كانت بوتر ماشي كونتيني راه تتحسبها بهذه الطريقه اللي قلت لك. الا كانت كونتيني هاد الشابو اللي هنايا معايا انوار، انا كنشوف هاد الشابو اللي هنا تتحسبو بديك الطريقه ديفيزي بار 4، ولكن الشابو اللي غيجي هنا الوسط ما غتحسبش اللونغور ديال البوتر، لا غتحسب لي لونغور ديال لي دو بوتر، يعني غتشد لا لونغور من هنا حتى لهنا، هو اللي ديفيزي بار 4 باش يعطيك هاد الشابو هذا. الشابو اللي كيلي بين دو بوتر، اللي غيلي ما بين دو بوتر، صافي. غتشد هاد لا لونغور وتقسمو على الاربعة وتزيد عليه السان، فمن طبيعة الحال 0.5 0.05 داكور. هادشي اللي كاين هاد الساعة. فأنا دابا ديجا وريتك هاي بوتر كيفاش تديسيني بليز أو موان لي تكست ديالها كيفاش تنصيبوها. وانت ديك الساعة مثلا شوف هاد البوتر هادي فيها مثلا 50، ولكن بي 7 ما فيهاش 50. هادو من بعد لي تريك اللي خاصك تعلمهم. هادي فيها 45، يعني مقطع، يعني البوتر اللي جاي حداها فيها 45. فهاد الفرياج هذا تيجي وتيطلع هكا، تيدير بحال الرجل. لنفرض ان هاد البوتر هادي فيها اكثر من 50، دابا هادي راه فيها 50، هاد بي 4 فيها 50، بي 7 فيها 45. لنفرض ان فيها ما غنديروش ديك الكروشي، نخليو كونتي. فوالا الله يرضي عليك، سهلتي عليا بزاف ديال الحاجات. فهاديك الساعه الا جبنا هادي هكا غيولي العكس، تخيل دابا ولات هكا غيولي العكس، غيولي هادي هي اللي دايره رجل وهادي غتمشي نيش. فهمه؟ غتولي هادي هي اللي دايره رجل، هادي هي اللي خصني نديسيني لها رجل طالعه هاكا، وهادي لا، هادي ديك الساعة نحيد هادي، مسحت كلشي، هادي غنحيد هادشي هذا، وندوزها نيشا، تمشي نيشا هادي، والأخرى لا، الأخرى غيجي فيها هاديك الرجيلة، مفهومة أنور؟ فهمت هادي، فهمت. فهمت. غتجيبها مثلا هنايا هاكا، شتي؟ غتجي هاكا، وانت غادي. غتولي عكس، يعني الأخرى كونتينيو غتبقى، ولكن ديك اللي لاصقة عليها غتبقى تكون فيها الشرط. مادام عندها حيت ما يمكنش غديرها كونتينيو، سينو غتخرج لك من البوطا وتخرج لبرا، فهمتيني؟ غادي خاسر. فهادشي اللي كاين في لي بوتر. الصراحة هادشي تيشاد اليد، تيشاد الوقت، ما كنتش تنتوقع زعما غيشد بحال هادشي هذا. كاين بزاف د المعلومات اللي تقال دابا. فشنو غادي دير انوار؟ هو دابا اول حاجة فهاد السيمانة هادي، هو غتحاول اول حاجة كما درت مع ابو بكر، هو تموديفي كاع لي بوتر اللي كاينين هنا، راه لي ديمونسيون عندك، راه صيفتهم في الواتساب، صيفتهم في الواتساب ديك التصاور اللي وريت قبيله، ها هو الطابلو ديجا عندك. اش هي شحال فيها؟ بي ان بي دو تا 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 الى اخره. اللي ما لقيتيش اللي لقيت هو هذاك هذاك صافي، اللي ما لقيتيش لي ديمونسيون ديالها خليها كما هي صافي. لقيتي شي بوتر ما عندكش لي ديمونسيون ديالها خليها كما هي، فهمتيني؟
من بعد ملي غتسالي هاد البلونشيات كاملا غدوز عليهم وغتبدل هاد لي تيكست كامل، غتجي وغتبدا ليا في لي بودر. هاد الكادر ديجا هو كاين، ديجا هاد الكادر كاين. ما كنسمعش مزيان. دابا 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 كنسمع مزيان، دابا كنسمع واخا. هاد الكادر ديجا كاين، انت تحاول ديسيني كاع لي بوتر، ديسيني غير وحده من طبيعه الحال، والغنا تبقى تاجيستي بهادو، تشد غير هي النيت كما قلت لك كوموند ايتيري وبقى تاجيستي. فغديسينيهم وغتحطهم بحال هكا، وحده تحت من وحده تحت من، وتحطهم في كادر بحال هذا. هاد الكادر النيت وحده هاد الكادر النيت غتاخدو غتخدم عليه. شوف هاد الكادر غتخدم عليه. شوف غير حاول واحد القضيه، شوف باش منين تكون خدام، منين تكون خدام، انا مثلا شديت هاد البوتر هادي، شديتها ستفتها هنا، غنطلع مثلا الفوق، خدمت الاولى الثانيه اللي من مورا، فالله يرضيك حاول ما امكن ان هاد لي بوتر اللي غيجيو هنا يجيو اليني هكا، والاخرى تجي اليني هكا. زوقت بها توجو البوتر مثلا الثانيه اللي خدمت هي هادي، مثلا هادي اللي خدمنا انا وياك، غنجي غنحطها هنا حداها تحت منا مثلا، وهذا غنشدو طق وغنديبلاسيه باش يجي اليني مع خو، فهمتي؟ باش ما تجيش وحده خارجه على الفراغ، ما تجيش وحده خارجه على الاخرى هكذا، باش يكون شي شويه ديال يعني، ما يجيش داكشي معان كاش باين بان السيد منظم الخدمه ديالو وكل حاجه في البليصه ديالو. داكو صافي، غتقدم كلهم مثلا جاوك هنا 4 5، تزيد طابلو واحد اخر بحال هذا 4 5، وديك الساعه ملي غتسالي غنوريك غندوزو انا وياك لهاد لي دار، كيفاش تنديسينيو لي دار بلا، وكيفاش تنديسينيو الديتاي ديال لي زيسكالي، وغنوريك كيفاش دير الميزون باج، حيت هادي اللي تتشوف راه اتروا، هاد الكادر هذا راه اتروا، عرفتي اتروا، اتروا بابي مطلوب. اه اطروا كنخدموا بها، هذا راه اطروا، يعني الا جيتي تشوف هنا غنوريكم كيفاش ديروا ميزون باج باش تقدروا في الاخر يخرج البلون مثلا بحال هكا مصايب مقاد، يعني مثلا دابا هذا ديجا في الورقه، يعني غيجي السيدي امبريمي غيكليكي على امبريمي غيخرج لي هاد الديتاي ديال البوتر، ها شتي هما لي ديتاي ديال البوتر صافي يخرج لي، فهمتيني؟ فغنجي غندير غير امبريمي هكا ونقول له اوكي، وغتلقى بان عطاني فين امبريمي، هانت شتي نمشي مثلا اونجي سخي في البيرو، هاو تي تفتح بي دي اف، كم فوالا شتيها هو خرج في الأطرو، شتيه؟ ها هو تيخرج أوتوماتيكمون في الأطرو، هادي دابا ممكن تيريها في الأطرو ولا تخرجها تصيفطها لو بي دي اف ولا شي حاجة بحال هكا، غنوريكم هادشي هذا كيفاش ديرو الميزون باج من بعد، ولكن خصكم تأفونسيو هاد السيمانة هادي في هادشي اللي عطيتكم، أنا عارف فيه شوية الخدمة فيه لأن هادشي جديد عليكم، ولكن خصنا نزربو شي شوية باش نقدرو نتعلمو كتر. هادشي اللي غتعلموا انت في السنين انا نحاول ان شاء الله ما نعطيو لكم ان شاء الله. وعندكم شي سؤال الشباب؟ ان شاء الله الله يفتحكم بخير. عندكم شي سؤال؟ هادشي اللي كاين عييتوا ياك؟ لا مازال مازال ايوا سيدي مازال عطي عطي مازال عطي عطي انا بعدا ما عندي حتى سؤال باغي على الناس باغي يمشي بحال هذا باغي يمشي بحال هذا سي انوار راه ديجا اخي عندك لي بلون راه صيفطتهم البارح ابتداء من غدا بدا وفي الاخر ديال النهار كل واحد فيكم يصيفط ليا فين وصل مثلا غدا فين غدا بديتي بي ان وصلتي لبي صافي ولا بي ديس و
لي فوالا انا وصلت للبيديس وتقدر دير شي كابتشر ديكرون تصيفط ليا فين وصلتي. الا لقيتي شي مشاكل في الاخر النهار كاع المشاكل ديالك صيفطهم ليا. وسي بوبكر كذلك هو مثال فين ما وصلتي في البوطو لا يعني غدا صافي بوبكر راه عنده الخدمه تا هو راه غدا غير موديفي دابا لي بوت خدمه اللي بغيتي دير دير اللي بغيتي دير. المهم صافي المهم نهار المهم خصنا نتلاقاو نهار الخميس نهار الجمعه نهار السبت تكونوا ساديتوا هادشي ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله جيبوا معنا الخدمه كلها اللي خدمنا من طبيعة الحال عاد جيبوها معاكم من طبيعة الحال لو ما جبتوهاش غادي نبقى نجبدكم صافي. كنت بغيت نعطيكم شي حاجه واحده اخرى ولكن دابا نعطيها لكم تاد سالي وهادشي خاصة ب المهم داك بروجي واحد البروجي نقدر نقول سميتو فالمهم صافي صافي ان شاء الله كون هادي يلاه هادشي اللي كان معاك صافي ان شاء الله. نتمنى بدا الصوت يكون تسجل لا لا كون هاني هو مازال تيتش هاد المره غنكون وقع كاع ما كليكيتش على التسجيل كاع لا تيتسجل والله اعلم وبعدا راه كيف بدا ساعه ونص ما نعرف ويا لا لا ساعه ونص ساعه و35 دقيقه لا تيتسجل صافي يا شباب صافي 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 نمشي نبارك فيك اللهم يسر الله يسر امورك الله يسعدك يلاه بالسلامه عليك على موعدنا ان شاء الله نهار السبت الى احتاجينا نديرو شي ريني واحد اخر السبت ان شاء الله يلا صافي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بون كوراج اللهم يسر لك السلامه.